مرجحي وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على جدا إفام. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شادا اف ام، برنامج البطوله الموعد ديالكم كل يوم من اثنين حتى الجمعه. كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا منير اميمه وجميع صديقين وصديقات البرنامج. كيداير مع الصحيحه؟ كلشي الحمد لله. صحه لاباس؟ الحمد لله. هانيه الامور؟ ارتاحيتي مع راسك شويه وصافي؟ وحيت دائما في الايام اللي كيكون فيها شي ماتش ديال ليكيب ناسيونال وفيها الماتشات كيكون شويه ديال التقر، ولكن معليش كتكون هذه التجربه ديال الصحافي ملي كتكون كتعيش شي منافسات. يا ربي غير تبقى في تاريخك انك دوزتي واحد المرحله اللي كان فيها شي لقب ولا كان فيها شي حاجه. وهذا الشيء مع الاسف باش سابقين هذوك الاساتذه ديالنا السابقين. كتهضر مع شي واحد كيقول لك انا راه عشت 76، كتقول لي يا سلام والله العظيم. كتهضر مع شي واحد كيقول لك انا راه عشت 86. 86 عشتها عن قرب. وسيدي الله يلحقنا لكم مؤمنين ان شاء الله بتتويجات وبانجازات. اليوم مستمعينا الكرام غادي نرجعوا لما حدث وصار في المباراه ديال البارح بين الفريق الوطني المغربي والمنتخب التنزاني. بكل هدوء نقشوا الماتش كيف كان، لانه البارح كيف ما كان الحال كيكون صعيب نهار الماتش ومن بعد الماتش انك تجي تهضر على او تناقش المباراه كيف دازت والشكل باش دازت. كيكون باقي الدم سخون، باقي الفرحه، باقي الحماس. اليوم غادي نخليو الحماس اكوتي، نهضروا على المباراه كيفاش دازت، شنو هي الاشياء اللي خلات الفريق الوطني المغربي يحسم هذا الماتش وينتصر، شنو هي الاشياء اللي كان لا قدر الله تقدر انها تغدر الفريق الوطني المغربي البارح في الماتش ديال البارح. ثم سؤال، شنو هي الاشياء اللي ممكن تكون صعيبه فيما يستقبل من الايام وانت كتعرف المنافسات ها هي غدا وتتوالى. نهضروا على المباراه ديال البارح ديال نفس المجموعه بين الكونغو الديمقراطيه والمنتخب الزامبي، 1-1. جوج الاهداف تسجلوا في وقت متقارب، ولكن فخر الدين عنده واحد الراي انه كان شي منتخب اللي بارز على منتخب اخر البارح. كان بزاف ديال المعطيات التقنيه. غنهضروا على المباريات اللي غادي تلعبوا اليوم. يمكن اليوم كاين واحد جوج ديال الماتشات اللي بريسك دومي فينال ديال لاكان. ونيجيريا ولاكوت ديفوار، واحد مع 6 واحد مع 9، غانا مصر، ثم الغينيتين اللي غيتلاقاو مع 6 مع 3. لا سبحان الله الغينيات كلهم كاينين في هذا الكوب. 3 ذاك النهار ملي كنهضر كنقول شو سبحان الله كيما قلت التواجد ديالهم بثلاثه بثلاثه المنتخبات بيساو كوناكري. نقدروا نشوفوا شي واحد واقيلا في العلم لله. الله العلم لله، حيت مستويات متباينه ديالهم متباينه. وبطبيعه الحال غادي نخصوا مساحه اكبر مستمعينا الكرام لكم على الرقم 0522 36 05 36. ناقشوا معنا الماتش ديال البارح بهدوء. داز الماتش ديال البارح، اجيو ناقشوه شويه، اشنو اللي كان شنو اللي ما كانش، وحنا غاديين بكل ايجابيه وبكل موضوعيه. بغيت نبدا بعد الحلقه ديال اليوم بواحد القضيه. كاين واحد العدد ديال الاصدقاء محللين في بلاطوات عند الزملاء ديالنا. تبارك الله المغرب راه فيه 34 اذاعه خاصه و 34 اذاعه، والقنوات التلفزيون كاين القطب العمومي كاين القنوات الخاصه، كل واحد كيجتهد في هذا الكان بلاطوات. ضروري كيجيو دي زونسيان هما اللي كيديروا هذه الخدمه ديال المحلل، كيعطيو الاراء ديالهم. الجمهور الرياضي الله يجازيك بخير، وخاصه كنهضر مع اصحاب العقل، مع اساتذه، مع اصحاب العقل. الا كنت اخويا حمزه بورزوق محلل هضر عطى رأي ديالو في الماتش ديال المغرب وتنزانيا، كتنوض انت مول العقل كتجبد صوره ديال بورزوق لاعب ضد تنزانيا وكتقول هذا ما من حقوش يهضر على تنزانيا فيتخسر معها كلاعب. اذن على هذا الاساس انا هنا راه ما ماشي من حق فخر الدين كاع يهضر على الكونغو الديمقراطيه اللي لاعبين معها نهار الحد، راه ديجا لعب معها في 92 الزاير. يلا صافي غنقول لك فخر الدين لعبتي معاها خويا. شوف انا وغناخذ لك كاع داكشي اللي درتي في ذاك الماتش وازقلتي هذا الباس ديتي لما تهضرش اخويا على الكونغو الديمقراطيه. ايوا شد 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 الله يجازيكم بخير. حتى كنهضرش على الجمهور العادي، حتى كلور دورو دابا وهذوك اللي كاينين دابا نقول لي ما تسمعك راك انت ما درتيش مع الكاميرو راك والله الا حشومه بالله حق الله. ايوا والله العظيم كتبقى فيا تانا لا انت علاش وكتبقى فيا
لا لا انا ما ساداتك كتجيني بقى عندك لا كتبقى فيا لانك بقى عندك القابليه على انك فين تحمل ما يقع حاليا. نقول لك علاش تصنت ليا انا كنصنت التغييرات اللي عرفتها الظروف والاشياء اللي ولينا كنعيشوها والله العظيم الى سعادتك. انا الا قدرت نقولها لك ونعاودها لك الا قدرت ومع كامل احتراماتي ما كان ما بقاتش ما عندي انا ما كانتش عندي القابليه ودابا زدت عاوتاني كنأكد على انه ما نقدرش نفتح التليفون ديالي ونمشي شي حاجه اللي ما والله ما كذب عليك حيت ما عندك ما تدير وانت الحمد لله يمكن يكونوا يتفقوا معك انت واحد العادات ديال الناس وتا هما يناقشوا معك في حالات شي ويحاولوا ينهضوا بهذا القطاع في اتجاه الصحيح والرأي وراي اخر فهمتيني. انا بغيت نقول واحد الرأي ديالي يحترم كاين واحد عنده رأي ديالو يحترم واحد بغي يشكر وبغى يدير شغله هذاك يحترم حتى هو كل واحد عنده اسميته هذا هو القانون هذا هو الحق اللي كنقولوا في اسميته صافي. اما الا جيتي انت نوض وتفتح واحد الميديا كي قلتي انت باكين 34 قناه ولا جو سي با ابار الخاصه اللي هي دابا الخاص والعمومي انا والعمومي ما غاديش يمكن لك تنوض انت حيت انت فرحان وعاجبك الحال وعاجبك داك تسمع نفس اللغه ما يمكنش ليك راه هذاك وليد الركراكي اللي هو على راس المنتخب الوطني هو بن محمود واللعابه وهذا راه ما غاديش يكون عندهم ليدي بحال اللي عندك انت الله يرحم الوالدين هذا مسؤول على فريق المنتخب الوطني غيكون ضارب حسابه وعارف اش كيتسناه وعارف انا ستام ماتش اللي غادي يجيو مثلا نتكلموا انا وياك هنايا ونوضحوا للناس ماشي يكون غير الاحترام وصافي الاحترام وهذه القضيه اللي قلتي لي سعداتك ولا كتبقى فيا انا عرفتي عندي سبب واحد المعلومه وصافي ماشي من غير المعلومه ما عرفت دابا حنا كنهضروا على واحد غير واحد المغرب جديد من هذا الشيء اللي جاي لقدام واش بغيتي دابا نفس الجمهور هذا اللي كيدير هذا الشيء هو اللي كيدير الحاجه وكيدير النقيض ديالها واش بغيتو راه كان واحد العهد كانت مباراه ديال كره القدم كدوز في قناه الاولى الوحيده اللي كانت هي اللي كانت كان معلق وحيد ولا الا كثر كيكون السي زادوق مع سي محمد الحمر صافي كان ديك الساعه قديم كتفرج في الماتش وفي العالم الرياضي كترجع اللقطات ديال الماتش والسلام عليكم ما كاينش قنوات ما كاينش والو عاد جات المجله الرياضيه في دوزام سي حسن فتيح طلال البوطيل شويه بدا كيتزادوا سميته ولكن اخويا نقولوا ناخذوها من الجانب الايجابي الجانب الايجابي كرمك الله ايها الجمهور اللي كاين واحد الوفره دابا عندك الحق فين زابي فين توصلك المعلومه ناهيك على داكشي اللي كيكون في الويب او ثاني في الانترنت يعني خذ اللي عجبات ماشي كلشي غير عجبك الراي اللي غادي معاك انت مع التوجه ديالك مع التفكير ديالك خذ واسمعوا الاراء الاخرى احترمها فوالا صافي ما فرض عليك حتى شي واحد فوالا انا جيت اسمح لي هذه انا ما عرفتش انا ما دونك ما تهضرش على الكونغو كنكون جاي انا وياك كنكون جاي على اساس غادي صراحه والله جاي غادي نهضر على واحد الماتش تربح البارح ديال المنتخب المغربي وتكلمنا عليه هنا انا وياك وحللنا الحمد لله بما فيه الكفايه وكنا كنعرفوا اللي بيتي متى غيتسجل وكلشي انا حنا الحمد لله ديك شويه ديال شويه الكره اللي قلتي انت وهذاك الشيء راه قدرنا نحلوا معك شويه ديال ديك المباراه وغادي اليوم ان شاء الله اليوم بهدوء دوك الناس اللي ما تصنتوش لنا البارح وداك الشيء غادي يبغوا يسمعوا الراي ديالهم مشكورين غادي على قدر المستطاع داك الشيء اللي قدرنا عليه غادي نوصلوه وكي قلتي انت ودائما في الاتجاه بموضوعيه وبدون يعني كيف كنقولوا حنا شي حاجه اكثر من اللازم اكثر من لازم عمرك ما تسمع من عندي انا اللي غتسمع داك الشيء اللي كتسمعو دائما يكون بروفيسيونيل في اطار المباراه اللي الهضره ديال الكره الله يرضي عليك الحمد لله فهمتي ما نكونش اميمه كتشير ليا واخا سمح لنا تحتلنا عليك اميمه ناخذ واحد الفاصل ومن بعد نتوكلوا على الله مستمعينا الكرام في الحديث على المباراه ديال البارح كيف جاء فوز الفريق الوطني على منتخب تنزانيا. كنبغيو كرة القدم وكنموتوا على أسود الأطلس. بريكوما الرائدة في مجال البريكولاج في المغرب كتقدم لكم فرصة دايزها الكلام بمناسبة كأس أمم أفريقيا 2023. 5 ديال الفائزين غادي يفوزوا بتذكرة الطائرة زائد بطاقة حضور للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في 11 فبراير من 3 حتى 28 يناير
عند شرائكم المنتوجات بقيمة كتفوق 500 درهم، غادي تشاركوا تلقائيا في سحب استثنائي. تخيلوا راسكم في التيران وضاير بكم الجمهور الرائع اللي كيرافق المنتخب الوطني، موجودين حتى انتم باش تشجعوا المنتخب. سحب القرعة غادي يكون مباشرة نهار 2 فبراير، نديروا النية وما تفلتوش هاد الفرصة وكونوا من الفائزين المحظوظين. ايوا اش كتسناو؟ موعدنا جميع في محلات بريكوما، نجربوا حظنا، نديروا النية ونمشيو نجيبوا الكاس من الكوت ديفوار. بريكوما تو بور تو فير. امالك صاحبي على هاد المرجه كلها، قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا، تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقه عليك بمنتوجات ار اش عند كازا دريب. ار اش عند كازا دريب؟ ايه ار اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات ديال السقه لا من لي راكور ولا لي فان، كل شيء عندهم والله عمرها سلعة. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مدة طويلة. إر أش كازا دريب، تصلوا بنا على 0522 248 600. من قلب كارتي فيكتوريا بوسكورا، أريزونا بارك كتمنحكم الفرصة لاختيار شققكم في مكان هادئ، الكثير من المساحات الخضراء وهندسة معمارية جد حديثة. استفدوا من العروض الحالية، شقق بجوج وثلاثة الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800,000 درهم. التسليم في الحين، تصلوا بالرقم 080-200-010 080-200-010 أو عبر الواتساب 0674-89-0011. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي وإيمان بوليد، من الوحدة الثلاثة ديال العشية على جدا إفام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شدا اف ام. كان نشوف واحد الفيديو ديال احد القراصي ناخذ واحد الطريق عند كفخر الدين، ولكن دار عنوان بعدا قال لك هذا الفوز ما خاصش يخلينا متفائلين. انا واحد دار ريرمو كان جي عندي هذا ديال السيكوريتي اللي عندنا في الراديو عبد الواحد، ماشي عبد الواحد الاخر مسكين، ودير عنوان ودير هذاك كاتبني انا انا اللي دير لي عنوان عليا انا على وشكون اللي كيهضر هذوك اللي كيهضروا في ذاك القطاع ديال كل ما هو سياسي وهادشي اللي كيتعلق بهادشي اللي واقع فيه. وانا ماشي وماشي انا اللي فهمتي اش بنقول لك. دابا هو لا التصويره ديال هذوك الناس اللي قلت لك انايا. دابا هذا هو المشكل اللي كيوقع، راه كنت قلت لك انا في الراديو هذا هو اللي كي بعض المرات كيخليك على انك تتجه القضاء، حيت كتصبر تتعيا كتشوف واحد كياخذ لك ديجا كيشد لك كياخذ لك مسائل ديالك وكيحط لك عناوين اللي بعد انت ما كاين فهمتي اش بنقول لك. انت بغيتي كما كيقول لي شي واحد قال لك بغيت ترزقوا الله واه، ولكن ملي تبغيت بحال دابا انا والله ما كنكذبش عليك حيت ترزق الله ما تكذبش على الناس، حيت انا ديرنيير مون والله العظيم انا تكلمت مع ناس اختصاصيين في هادشي ديال الامن وخصني لابد ان شاء الله ما نمشي حيت هادشي ما نقدرش نبقى صابر عليه، ولكن مع الاسف هذا موضوع اخر. انت تقدر تمشي لا ما كاينش واحد البروسيدور، لا ما كاينش بروسيدور لا غادي دير بروسيدور لا شي حاجه اللي هي كاينه منير تقدر دير انت كفرد شي حاجه. احنا بغينا تكون على مستوى شي حاجه مقننه على مستوى هذا الشيء كامل. لا ولكن هذا كيتعلق بك انت، انا ما غاديش نتسنى انك تكون على مستوى ايوا هذا نداء. لا منير انا ما كنتسناش على مستوى، انا واحد القضيه انا مع واحد انسان انا ما كاين مشكل، انا ماشي شي واحد اللي حيت هذه سرقه محتوى تسمى. شوف انت ملي كتبغي دير شي حاجه غير ما بحال دابا ما ديرش منير وتقول واحد عنوان اللي ما قالوش كاع اللي ما كاينش هذا، وعاد ملي كيدخل الانسان لداخل كيلقى بان هذاك الشيء ما كاين منه حتى شي حاجه، كاين اللي غير يقرا العنوان العنوان ويحبس وغيمشي الكومونتاج يبع فيه كسبه صافي، يقدر يقول لك سميتو الوغ كو هو بحال هذا الشيء ما لا داعيه فهمتي. بنادم غير تلا بغيتي دير شي حاجه دير شي حاجه كيف كنقولوا حنا نقيه، نوجه هذا النداء هذا. لا انا شوف هذه الجهه اللي دارت هذا المجهود ودات معها الصحفيين لاكوت ديفوار مزيان، خاصة هذه الجهه تفكر في كل ما يتعلق بهذه الاشياء، لان هذه سرقه محتوى ديال الصحفيين ديال الاعلاميين حتى البروفيل ديال محلل حتى هو خصو يدخل في هذا الاطار حتى هو يكون لاعب سابق ولا يكون مدرب ولا يكون كما بغى يكون حتى هو محلل، لانه كيعطي واحد المنتوج ضمن الاعلام. انت كتسميتو غير بنادم يكون شويه ديال الاحترام، عندك صحابك انا كنطلب شي حاجه لا عارفين والله منير ما كنطلب شي حاجه، كنطلب انا غير الاحترام وصافي. تشتيني شحال هذه راه منين كنت في راديو مارس ومنين كنت الحمد لله في هذا
فيديوهات وكل شيء كاع ما عندك ما دير. على اين المغرب فاز على تنزانيا 3-0 في المباراه الاولى ديال كاس افريقيا في الافتتاح ديال المشاركه ديالو في هذه المنافسه. هذه كان عندنا واحد تخوف ملي شفنا المباريات اللي كانت قبل، الظروف اللي جرات فيها، النتائج، المفاجآت. شنو التعليق ديالك بعدا على نتيجه الفوز اولا؟ هو الى هضرنا على كنهضروا بهدوء دابا، نتكلم على النتيجه، خلي النتيجه ابار، ربحنا ب 3-0، عندنا دابا 3 بوين. ارى لي دابا نرجعوا اللي تكلمتي عليه انت، وهو كيفاش الخوف اللي كان عند الجماهير المغربيه واللي دخلنا درنا شويه ديال اللدود ملي شفنا ليجيبت وشفنا يعني نيجيريا وشفنا لا تونيزي وشفنا الجيري وشفنا كاع لي زيكيب اللي لعبوا في الاول كيفاش عانوا مع ما نسميوش انا ديناسيون اللي هما صغار، ولكن اللي في الخارطه الكرويه مكلاسين في واحد الصنف اللي هو بعيد على هاد المنتخبات كامله. انا وصلت اليوم ديال الامتحان اللي هو البارح، يمكن البدايه ديال المباراه منير من شفناها تكلمت معاك انا قلت لك الى تنزانيا غتبقى تلعب في هاد الكاري 18 مزيانه لينا، اييه ما عندها ما تخلق لينا ما الى هما هكا غيبقاو. انا كنت ناوي غادي يقدروا يغيروا من لو ستيل دو جو ديالهم على انهم يقدروا يلعبوا دو طون زون طون ويخرجوا داك لو جو ديريكت فوالا ويخرجوا ليك ولا شجره ابار ما كان حتى شي حاجه. احنا ك ك ك ك كمنتخب المغربي ما مشيناش لعندهم، ما كناش كنشوفوا واش ما مشيناش عندهم الكاري 18 مثلا، واش ما بريسيناش علاش مزيان كيمشي النصيري كيدير واحد شويه ديال بريسينغ كيلعبوها هما في داك الكاري الصغير كيعطيوها للكارديان بيوت كيعطيوها لا دروات كتجي لا غوش اي فوا كتبغي تخرج الكره ما كتخرجش، كتمشي عند المرابط ولا سايس ولا كتمشي عند مولو. هذه في اغلب الاوقات يعني لا بلي بار دي طون. جات الدقيقه وقيله 25 ديك لا فوت، جات الكره بعد الاولى ديال النصيري اللي غادي يضيع، ماشي ضيعها هي لا فاصون باش بغى يضرب الكره زوينه، غير هي ما شدتش ليه ما شدتش ليه مشات. كتجي ديك لا فوت كيضربها زياش بالطريقه المعهوده ديالو، دارت واحد ديفياسيون الكره، الغارديان رجع باش يجيبها بيديه حطها لسايس سايس ان برومي بوت مزيان في ديك الوقيته ديال الدقيقه 25، لان الدراري بداو شويه كيبان لك على الوجه ديالهم كاين داك التعب. ابار لو بوت شويه نصيري كان يقدر يضيف هذيك الكره بالراس. هما الكره ديال الزلزولي ولكن الزلزولي كان دير بينيتراسيون كاين واحد لو دريبل ان كروشي، هذاك الزلزولي تعود يدير في هذوك لي كروشي باقا ما كتنجحش ليه لا فينيسيون في الاخر ما كيختمهاش ما كتماركاش ليه. اكثر من مره دار مع المنتخب الوطني ودار مع ليكيب اسبوار اللي سميتو اولمبي مع المنتخب الاولمبي مع المنتخب الاولمبي ما عليناش. 1-0 فلاميتون تكلمنا انا يعني وياك على انه غادي تكون شي حاجه مغيره، وفعلا عند تنزانيا منين دخلوا ولات عندهم لا بوزيسيون دو بال ديجا بعدا بلاتي قبل ما تسالي لاميتون دار لو شونجمون ديال مسوفا دار مسوفا ديك الساعه باقي ومع لا دوزيام ميتون دار شونجمون اخر دار دو شونجمون، دار واحد كي قلتي انت في ديك الوقيته هذاك الدري اللي كان خرج ميليو تينا ودار في دوزيام ميتون مع الدخله دخل ان اوتر جوور. ولكن هذا الشيء كله اللي كنقول لك عليه كنت كنتسنى لا رياكسيون نشوف انا واش غيغيروا شي حاجه، بقاو كيلعبوها في الكاري لا ميم شوز، ولكن هذه المره بغاو شويه حاولوا يزيدوا شويه دوك يزيدوا وعمروا شويه من لو تيرا. حنا بدينا كيبان علينا انه ما بقيناش كنشدوا البالون بزاف وما بقاوش عندنا المحاولات، رجعنا فوالا حقيقتنا الدقيقه 60 قلبات الموازين ديال سميت. وهذه ديما كنقول لك منير في كره القدم سيناريوهات السيناريوهات اللي كيوقعوا ما عمرك ما كتوقع، لا انت كمدرب ولا لا وليد جالس هنا ولا هذا عمرو شي جالس هنا ما عمرو ما كان غير هو هذاك الجور ان اوتر اونترينور ذكي غادي يخرج هذا كان غيخرجوا. علاش عنده هو في الحاله ديالو كيفاش كيلعب ما تقدرش تمنعه، حيت كاع التدخلات كنديرها بنفس الطريقه ماشي التدخلات. انا ديما تنقول لك منير كاين سيرتان جوور لي لو جو ديالهم هو هذاك شي غدا المرابط غادي يجي عنده وليد ويقول لي ايكوت المرابط عافاك انا ما مع هذا ما صحيح ما يبدلوش ما يبدلوش حيت المرابط هو هذا لو ستيل جو ديالو، هو كيدخل كيحط رجليه كيدير غير هو يضفير اتونسيون.
هادو الستيل ديال. اذا هذاك السيد البارح ديال تنزانيا لو ستيل جو ديالو بان، التدخلات ديالو كانت باينه، كيفاش كيدير دوك لي طاكل وكيفاش كيضرب وداكشي، خرج بكارطون روج لي زوين مع الخرجه مع الهدف. مع الهدف هنا بلاتي نوقف. قلتي كاينين لي سيناريو وقف كره القدم. الا كان سيناريو اللي دار عليك انت خصك دير شي حاجه باش لا باش تعالج. لا الا عليك انت عاوتاني، لا عليك انت، الا عليك انت لا وكان البارح علينا حنا اتونسيون منير، انا ولو تنقلبوا نحافظوا على واحد، يعني غتقلب على شي حاجه اللي غادي تقلبوا اللي غادي تليميتي بها لي ديغا. ملي كيدار سيناريو ليك انت، ليك انت، انت غادي تخدم، خصك تكونفيرمي لا تبروفيتي في بروفيتي في داك السيناريو باش ما تخليش الماتش يسالي وتسمع داك الحديث ديال الجماهير واو مع ب 10 وما قدرناش حنا، حيت هذا هو اللغه اللي كتسمع. وقعت وقعت ما عليناش. انا البارح كنقول بانه في دقيقه 60 باقي الماتش بارد، حنا وكاننا كنا مقتنعين بداك الهدف. انا التخوف اللي كان عندي هو بديت كنشوف داك السيناريوات ديال الفرق الاخرين اللي كانوا 1-0 اللي كانوا 1-0 بقاو بقاو حتى الاخر وسميتو، حيت الا ما مشيتيش ماركيتي تنزانيا تقدر في اي لحظه تجيها شي كافوياج ولا هذا وتولي دايره تعادل على اين كارتون روج ان دوزيام بيت ثم واحد التروزيام بيت. هضرنا على لي شونجمون ديال الوليد كانوا خصهم يكونوا كانوا بعدو تروزيام بيت. تروزيام بيت كانوا سيري رفرح به برا، كانوا جوج قبل عرفت ديال اوناحي و وسميتو زياش على عين. انا بلاتي نفصل بيناتهم القضيه هذه مزيان. لي شونجمون لي دو شونجمون الاولين مزيان، واش كانوا اللي تغير غير اتونسيون كانوا لا لا شوف منير في الماتش 3-0 ما بقاش مسموح عليك وصلتو في الدقيقه 75 جوج 0 بعدا 1-0 شوف 2-0 انت وما 10 ما تنظنش منير بداك لو ستيل جو اللي لاعبين به هما ما غاديش يخرج. اتصنت لي منير واش نكذبوا؟ الا بغيتي نكذبوا نكذبوا، قولوا ناري راه 2-0 كيقدروا يرجعوا راه لي شونجمون راه سير سير نكذبوا ما تقدروش ما تقدرش ما عندهمش باش يرجعوا. منتخب اللي ما كانش عنده تاثير نهائيا في كاري 18 متر. الا درتي عمليه حسابيه تلقى حارس بونو ما كانوش عنده كاع تدخلات نهائيا. والو ما عندوش بحال كتقول ما خدمش. واش فهمتي؟ اذا 2-0 درتي شونجمون دو شونجمون، عاوتاني في تروازيام بوت درتي دي شونجمون مزيانين، خرجتي زياش مزيان لي تروا شونجمون الثانيين وناحي مزيان. شوف خرج كاع دوك شنو المغزى ديالهم بان لك انت؟ خرج انا لي لا شوف هادو دراري كلهم فيزيكمون الهيئه ديالهم ما يقدروش ما بتحملهمش. ما غاديش يعطوك انا رابحه منير، لا داعي نخليهم بواحد 90 ولا 95 ريحهم. ونزيدك حاجه اخرى، ونزيدك حاجه اخرى منير، راه كانوا دي طاكل صعاب على اوناحي. ماشي على اوناحي، عليهم كاملين سورتو اوناحي. انا خسر 3-0 منير، اش غندير لك انا من بعد؟ غادي بحال هادشي اللي كتقول صافي. راه شتي داروها الحكيمي في الكوتي دروا وداروها لزياش فسميتو وداروا بخبرك الزنزوري منين حيت الصباط ديالو شتي ولا ما شتي؟ شتو شتي كيبدا كيطلع على رجليه. هادو راه الضربات اللي ما اذا نخلي هاد لي جوور بهاد لا كاليتي دو جو وانا نربح 3-0 ندير خطا في حقهم. هذا من جهه اللاعبين اللي خرجوا اللي دخلوا انا كنظن شي وحدين فيهم ما 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 تادابطاوش جو سي با. لا واش القصد هو انك تعطيهم دقائق اللعب واش تشاركهم معاك في هادو كتحسبهم عقل على فين قلت لك هادو كيكونوا دي شونجمون اللي تعول عليهم في الماتش الثاني وهذا كيكون دابا كتولي كتقرا المباريات ديالك هالي كيب تيتولير هالي شونجمون هالي غنحتاج. انت كمتتبع انت كتولي تعرف شكون اللي غادي يدخل شكون اللي غادي يخرج. انا بالنسبه ليا لي دو شونجمون اللي كانوا مزيانين داك عدلي لوتر جوور اللي هو اللي دخل معاه كان عدلي ودخل بوفال حتى هو بوفال واللي دخل الاخر عاوتاني راه دخل خنوس خنوس هذا خنوس اللي بان لي شويه هذا بوفال ما لهموش مالغري داكشي راه دار دي بينيتراسيون ودخل دار واحد 15 مينوت بعدا ما بهاش مزيانه هذه مزيانه غير بحا بوفال اييه لي زوتر جوور عدلي المهم هذه شونجمون مزيانين 15 مينوت ما كافياش ولكن كون كنا رابحين من لا بريمير ميتون ب 3-0 يقدر ياخذ اكثر نقدر نقول لك الركراكي يدير 55 60 يبدل 60 سيرتا. دونك انتهت المباراه ب 3-0 ومباراه كتحط في الاطار ديال الماتشات اللي تلعبوا من نهار الاول. شوف منير احنا دائما ملي كنحط لك المباراه حطيت لك مباراه ديال البارح
يوم الأربعاء على الساعة السادسة أيه. والتي انتهت على الساعة الثامنة أيه. وكنشرح لك مباراة اللي تلعبات مع الساعة السادسة وهاش كان فيها حتى الساعة الثامنة. لا أنت لم تدعني لكي أكمل فكرتي حتى أخي فخر المشكل دي. هنا هو تخرج هذه المباراة من السياق ديال هذه تنزانيا لا أبدا وتدور بها في جهة أخرى جهة أخرى وتبقى غادي بها وتحطك سميتو أتنسيون ما أردت أن أقوله سيد فخر الدين تفضلنا السيد مونير هذا الماتش ديال البارح ما خرجش على ذاك المنطق اللي اللي تكلمنا عليه اللي بدات لكمبيتيسيون أن ماشي مباراة ماشي أي مباراة مربوحة من الأول لا والو كاينين دي كونديسيون كاين واحد الواقع كاين واحد المنطق الداخل داخل ما كتعرفوا إلا ثم الفريق اللي كيقدر يستغل السيناريو اللي كيوقعوا ليه هو اللي كيخرج راه هذه مع السينيغال براسها لانه هضرنا على الكارتون روج اللي خدا وغامبيا هذاك الشيء ومع الكوت ديفوار في الافتتاح وبوركينا فاسو مع موريتانيا يعني دوك لي ديتاي استغليتي ما وقع في المباراه راك غتنتصر الا مشيتي بهذا الشكل هذا على اساس راه درنا ان بون جو وقدمنا راه في هذه المباريات ما تسناش غتقدم شي حاجه في هذا الكامب بعد انا اقتنعت بها من النهار الاول قدرتي تلعب ديك الرقعه ديال الشطرونج بينك وبين الادفيرسير وتستغل الفرص ديالك وتستغل دابا البارح الكره ديال اوناحي بينالتي كيتسمى بينالتي هذاك الضربه كيفاش ضربه ضرب بينالتي دوزيام بوت دوزيام بوت تصحابك بينالتي بقيتي كتقول شكون اللي جاب علاش انا كيفاش تحطات وكيفاش دار لها صفيح شكون اللي ماركا بهذه الطريقه هذه ديال كامارا راه هما كانوا من بعد ديال السنغال ديال السنغال لامين كامارا كيعطوها لي خارج الكاري 18 متر وكيفتح رجليه هوايا وكيضربها بلانتير هنا بالداخل ديال الرجل ديالو صفيح صفيح وكيبلاصيها البارح وناحي دارها بالكوتي بالبي غوش البي دروا لا محاش لا دروا باش ماركا بي دروا لو بونس با لا البي دروا سير سير ما عليناش حتى ركنها ليه في لو كوتي دروا ديالو ديال الحارس ومشات ما عمرو ما يجيبها وما عمر غارديا ما كيتوقع ضربه بحال هكاك هدف الثالث ديال نصيري ديال لا هدف الثالث ديال الطريقه الاوروبيه المحضه هي ان نمشي وسيرتو لي زونغلي ونعطيك باس في الارض وندير اتاك الجليسون اللي هو نصيري كيطير فيه ويدخل فيه كره دونك البارحه راه كانت الركبي غادي انا الكعبي كان غيدير واحد تحيه لسعيد الركبي سعيد الركبي الكعبي هذاك لا بيسيكلات اللي كان غيدير البارح اللي مولف كيمارك راه مولف كيمارك يبارك البارح كان غيقدر يديرها كان غادي يقدر يسجل بها هدف اللي زوين البارح هو انه بعد على الاقل خرجتي لعابه ودخلتي لعابه اللي عندهم داك الحس الهجومي واللي غيبقاو دائما في النجم ملي كتخرج نصير ودخل الكعبي ما خرجتيش افا سونتر بالنسبه لي انا ملي كتدخل بوفال ما خرجتيش اوناحي وما خرجتيش ملي كتدخل بوست بار بوست وخنوس لا انا كندوي معك على لو ستيل جو اللي كيتوفروا عليه الوليدات كاين واحد تشابه تكنيكمون كاين تشابه فين عندك دابا شويه قلنا البارح هو فحال دابا ميليو تيرا فحال دابا المرابط هو سي فري ستان كاسور وهذا ولكن خاصك توجد ليه شي واحد اللي كاين دابا في الكوتي غوش تا هو بحال دابا كتقول لي الشيبي البارح انا البارح تفرجت في الكونغو الجمهور اللي معايا دابا وقيلهم انا غادي نجيك انا غنجيك باش نقول لك واش تفرجوا البارح ولا لا راه كان عندهم واحد خينا في داك الوقت انا جيك نبقى غير الاختيارات من خلال الندوه الصحفيه اللي هضر عليها وليد الركريك كنظن ما كاينش شي حاجه جديده باستثناء لا كونفيرماسيون ديال شي معلومات ديال شي معلومات ديال الشيبي شيبي اللي كان غيدخل هو عطيه الله زيد يلا اللي حس به واللي كان غيدخل بلاصه الزلزولي هو بوفال اللي كيحس بالمرض داكشي علاش خليته دونك ال11 اللي كانت معروفه الكلاسيكيه ديال وليد الركراكي هي اللي كانت غتدخل اللي كتدخل ياك تهضر عليها ديما انت كنهضروا عليها ما كانش فيها لاكوب ديال ان لا حتى دابا توالي المباريات ولكن شنو اخر زيدني اش قال نهضر عادي على البارح هضرت معاك انا هناك قال لي غيقولوا لي 3 بوين في البريمير ماتش مهمه داكشي عادي جدا ما فيه حتى شي حاجه سبيسيال حاولنا نخدموا على لي مومون فور ديالنا نستغلوهم هذا قلت لك هضر شويه تو على هضرت هو على الطقس وداك هضر عليها لا بدا يقول كان تاثير الدراري ودار واحد الاستباق الماتش الجاي قال لك 14 مع الجوج وهذا واقع ما يحيدو حتى شي واحد دونك حنا غادي نجيو مازال عندنا الوقت فين نتكلموا على الماتش الجاي هبط معايا غير لتحت فين خط الدفاع
الدفاع دابا هضرنا عليه. انت هضرتي على الشيبي، هضرنا على سايس واكردو وشيبي وكاين تما في الكوتي الاخر حكيمي. حنا نتمنوا ان شاء الله شيبي يبقى دائما في نفس المستوى. وانا هضرت معك البارحه منير تيك تون دابا تنزانيا البارح واش عطات شي امتحان للشيبي؟ لا هذا واش كنهضر لك عليه، ما تختبرش اتيني كيف لي ما كتلعبش بلي زيليه وما كتكونش هجمه، ما كاينش منك اختبار. ونزيدك حاجه اخرى، بداك قلت الهجوم الهجمات ديال تنزانيا قدر سايس ياخذ كارتون جون. يلا شرح دابا وفين خداها، شرح هذه المعادله وفين خداها. حدا المرابط في خط المنتصف، حدا المرابط قريتي هذه والشيبي خدا افيرتيسمون هذيك. لا بلاتي يا بلاتي، ولا هادو دو افيرتيسمون بمنتخب ما هجمش علينا. امتى كتاخذ لي زافيرتيسمون؟ الا كان الفريق الاخر ضغط عليك. فوالا واش فهمتي؟ دابا انت دو زافيرتيسمون مع منتخب اللي ما وصلش للبوطو، خاصك دير احتياطات بحال دابا ديال الشيبي البارح بات ولا بيتمون جو سي با، ما كانش خصو كاع يوصل لهذاك، خصو يدخل معاهم. هو دار واحد القضيه كان كيدير هنا في البطوله هو باقي واكي ما منوع عليك. جاب الله جا سايس ودفعوا هو سايس تكلف سي بيان بعده، ويمكن غادي يهضر مع وليد الركراكي في الفيستير، لان الى اونكيسي دي جون هكاك اللي حنايا وحنا ما عندناش ديفونسيفمون، حنا اون بوزوان ديال اختيارات كاملين. انا بحال دابا حكيمي نبغي يدير احتياطات ماشي غير هو، حيت عرفتي علاش لو سول تيتولير اللي كيعطي ان بلوس وكيدير، ما نبغيش يبقى كل مره وهذاك الشيء وخصو يدير احتياطات. انا واخا ماشي وقتها هذا، ايوا راه ماشي وقتها هذا زمان كمونير. شوف وليد الركراكي كيقول لك كنتحمل المسؤوليه انزك تهضر وعنده الحق. شوف كان خاص لي زاريير، انا تحطني انا كمدرب راه نقول لك كنتحمل المسؤوليه انا وكاع لي زونترينور دابا لا في لي شوا عرفت كاع الدراري. شوف كاع المدربين مونير الله يحسن العوان، كل واحد كيكون عنده واحد الاختيارات ديالو وكتكون عنده هذا وبزاف ديال الحويجات. ونزيدك حاجه اخرى لا بريسيون، وعار بين 40 مليون كلها كتفرج، 40 مليون كلها كتناقش، 40 مليون الله يحسن العوان الله يحسن العوان. انت كتقول لي دابا انت هو غا واحد محلل ولا صحفي تيقول غا راي شواش كيلقى، اما ما بالك مدرب ديال المنتخب الوطني راه مازال ديال الفريق ماشي شغلك، فرقه تبغيك وفرقه اخرى ما تبغيكش، وهذا هذا راه ديال المنتخب اصلا با فاسيل اصلا با فاسيل شي العينين عليك. نتمنوا التوفيق للفريق الوطني المغربي. بعد قليل غنجيو نتكلموا على المباراه اللي تلعبات البارح ديال الكونغو الديمقراطيه ومنتخب زامبيا. نقراو غير التعليقات ديال الاصدقاء حتى هما اللي معنا اللي كيتبعوا معنا، وشكرا لكم. تقريبا واحد 1300 دابا اللي معنا. تبارك الله سي بو طيب حسام، انا ما سمعتكمش البارح وفيها خير، سمعنا ان شاء الله، سمعت برزيت ديال الحبيب سمعتينا البارح برزتنا جا صدعنا الحبيب عمروش مربته لا سي عصام تحياتي. شوف نسى عليا داكشي، انسى داكشي انسى، انت اللي ربحتي صافي دونك دوز صافي. طه الشمشاتي، واش الا كملت كاس افريقيا بهذا المستوى تقدر تكون احسن كاس افريقيا في التاريخ؟ انا كنظن مستوى، انا كنظن زعما هاد ما كاينش فرق بين الكبار والاخرين ولكن اتونسيون في الريتم وداكشي كاين فرق. غادي كاين هاد الجوله الثانيه كاين شي فرق بعدا اللي غتفيق، كاين شي ماتشات راه الله يستر، وكاين شي وحدين اللي حطوا داكشي اللي عندهم كله في ماتش الاول. فوالا دار ذلك اتونسيون بلاتي مع بعض الاستثناءات على حساب اش غياكل انت اللي عارف اش غياكل ايوا على حسب القص اللي كاين تما. شكيب الرحالي تحياتي خويا منور السيف خير الدين، الرجل الطيب اللي عجبني هو وليد الركراكي والمنتخب، دخلوا حاضرين راسهم بحال شي فريق صغير. اها سي فري هذا هو ماشي دخلوا حاضرين راسهم، دخلوا عارفين اش كيتسناهم وكيتسناو الماتش كيفاش يربحوه، ماشي باش يزربوا وتمو غاديين لا ترونكيل. حسن قال لي سيمون الريتم زامبيا والكونغو طالع، أيه احنا جايين نهضر لك عليه، احنا جايين هذا الماتش هذا لا تعطي الصحه. طه شمشاتي عمرتي لينا خويا هذا الشيء صافي راه جاوبناك سي طه. شوف 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 طه اسمح لينا بزاف اصاحبي هذا الشيء، تعليق واحد جوج الله يرضي عليك الله يرضي عليك، خلي الاصدقاء الاخرين. طارق غول، هذا الفوز بصراحه ليس معيارا لان تنزانيا شفتهم من قبل فريق على قد الحال، ولكن يحسب للمغرب انه بدنيا واقف
سي طارق غولر الا تبعتينا هاد القضيه ديال المنتخب على قد الحال تقدر تي الا لعبتي في الرباط الا لعبتي في طنجة لعبتي قلتها البارح انا في هاد لي كونديسيون اللي تلعبات فيها الماتشات كاملين شوف شحال من منتخب على قد الحال و موزمبيق شنو دار نيت مع مصر ناميبيا مع ناميبيا مع تونس الفوارق شويه بانت صعيبه ايوب اخ منير بونو كناس صفر محاوله للخصم لا ما كاينش ما كاينش وانا ناض بعدا شد شي كره اللي كانوا خصمونو دابا غدا اليوم ينوضي عاوتاني يزيد يخدم تحياتي الاخوان العزاز سي فخر الدين منير الاخت ايمان من ولايه بنسلفانيا تبارك الله عليك الله يبارك فيك واش ما كيبانش لكم باللي باقي الحال على التصرف اللي دار اوناحي من ورا التسجيل التصرف اللي دار ما عرفتوش انا هذيك شنو هي كيمسح في عينيه كيمسح في عينيه كيوجه رساله لهاد الناس اللي كيهضروا عليهم الاصدقاء اللي هضروا على المغرب وقالوا قالوا قالوا انا شوف انا وي وي انا هذيك هذيك الله يرضي عليك ونتمنى يكونوا كيسمعونا تدريد المنتخب راه كيدخلوا لهاد الشيء ديال المواقع وكيسمعوا وانت راك في اخبارك هاد الشيء راه حنا حاصل انا هذا نداء تنوجهه لاي واحد والله العظيم نلعبوا الكره ولا داعي لا داعي لهاد الشيء ونكبروا نكبروا في عينين الجماهير العالميه انا هذه وحده نكبر في انت لاعب دولي كتلعب في واحد سميتو نسجل تاع 18 الاحتفاليات ديالي يكونوا مع المدرب ديالي مع اللاعبين وداك الشيء ولا داعي منير لا صافي باش ما نبقاوش كاع شي هادشي ما خصوش كاع يكون نزيد على هادشي اللي قلتي اش بغيتي اللي التاريخ ما دا يخلد التاريخ كيحتفظ بهذيك الصوره اللي شفنا ديال الحاج احمد فراس هز الكوب ما غاديش يحتفظ بشي حاجه دارها شي لعاب ولا شي كلاش لا داعي منير لا داعي التاريخ لا داعية يحفظ لا داعي عندنا الامكانيات انا كنظن بانهم الحمد لله جالسين معاهم جوج ديال الناس اللي دوزوا الكره ولعبوا في المنتخب والتصرفات ديالهم ثلاثه انا ما انا كنقول بانه لا بن محمود ولا وليد ولا هذا أمزين. ولا امزين الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم انا شفت هذاك الجلسه البارح هنا ناقشنا انا وياك ويعني وكاع الدراري اللي كانوا جالسين معنا هنايا وانا كاين والله انا دابا حاليا والله ما عرفت ما عرفتوش شنو اش كيقصد به والله ما عرفت اش كيقصد به ناخذ واحد الفاصل مع أميمة ثم نعود مستمعينا الكرام بعد قليل غنمشيو ندير واحد الدويره في سان بيدرو مع ايمان نشوفوا الطقس كيدير الجو كيدير برنامج المنتخب الوطني المغربي شنو هي الاصداء اللي كاينه في تجمع الفريق الوطني المغربي هناك من قلب كارتي فيكتوريا بوسكورا أريزونا بارك كتمنحكم الفرصة لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسة معمارية جد حديثة استفدوا من العروض الحالية شقق بجوج وثلاثة الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800,000 درهم التسليم في الحين اتصلوا بالرقم 080-200-0010 080-200-0010 أو عبر الواتساب 0674-89-0011 مالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب اير اش عند كازا دريب ايه اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات د السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله ار اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522 248 600. Bonjour à tous. Si vous cherchez à organiser des soirées privées, des mariages ou des événements d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Après plusieurs années de savoir-faire dans le domaine artistique, Artishow, votre nouveau label de booking artistique, est venu élargir notre activité. Que vous cherchiez un chanteur ou un groupe de musique, Artishow vous accompagne dans le choix et le booking de l'artiste idéal qui fera vibrer votre scène. Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant sur notre site web www.artishow.ma ou envoyez-nous votre demande sur WhatsApp au 06 98 201 201. 06 98 201 201. Artishow, la référence en matière d'artistes. البطولة مع منير أوبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة ثلاثة ديال العشية على جدا إفام.
انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام. ايوب اخ منير، عندي سؤال تقني لفخر الدين الا سمحتي. مرحبا خويا. كيفاش نحسنوا التنشيط الهجومي ويكون تنويع ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى الاقل نشاطا؟ تكلمنا على البارح تكلمنا على القضيه، يمكن وقيلا سمعنا هو في كنا كنديروا تحليل المباراه ديال البارح. الزلزولي ما توشاش بزاف ديال لي بالون، ولكن اشاك فوا كان كيتوشيهم كان كيكون خطير، كان فعال. كنا سي فري كنا شويه متكين جيت زياش وحكيمي، كنا في الكوتي دروا اكثر. هذا هو حيت هي اللي ديما كاينه، وهي دابا هذيك الكفه غالبه على اليسر، ولكن ما كاين مشكل. ديجا بعدا الا كيكون فحال شي حاجه ديال التنويم، اون فوا ملي كنبدلوا سمعتي يا منير، ملي كنبدلوا كتقول القضيه مزيانه. اشاك فوا كان ان شانجمون دو من الكوتي دروا الكوتي غوش ديال الزلزولي، كتكون القضيه زوينه. تيكون عند الزلزولي ان سول جوور ايليميني وتيولي في الكاري 18 متر. وبالنسبه للكوتي غوش راه الا عقلتي التامل بتواجد مزراوي وتواجد بوفان، ما كانش كيخدم بزاف، ما كانش كتخدم ديك الجهه. لا خدم في لاكوب دي موند واحد الوقيته بعطيه الله، خدام تبارك الله، خدم في لاكوب دي موند بعطيه الله. المهم ما كاين مشكل، هادشي مازال يتخدم، مازال تخدم، ولكن مع الوقت ايوا هو كلشي اموني انكو كتقضيه. والله العظيم راه كل ماتش عنده مقومات ديالو حقيقته. اه الماتش اللي تابعنا الكونغو الديمقراطيه، وانت تفرجتي في الماتش ديال البارح الكونغو الديمقراطيه زامبيا، خلعوني انا هذوك. شنو لا الماتش اللي شويه فاجئني هو لو ديبي ديالو، شفت انا كيفاش ديك لا رابيديتي ديال لي زاتاكون ديال الكونغو اللي اغلبيه ديالهم كيلعبوا في فرنسا وكيلعبوا في سميتو، والطريقه باش كيلعبوا داك الكونديسيون فيزيك وهذا. سكنوا عند زامبيا، ولكن ديما كتقول يا منير ديك السذاجه ديال اللاعب في فريق جنوب الصحراء. الغارديان ديبيوت ديال الكونغو خرج واحد الخرجه، ضرب واحد اللاعب ديال تسطح هو وياه طاح، خرجات التوش لعبوها هما سير بلاس، هذاك اللي توا اللي مالا من تما من فوق الكاردي سي متر، باقي الغارديان راجع كيجري تقاف البوطه تقاف البوطه. ولكن اللي انا جوج اللعابه انا ما نلومش واحد هذاك شويه كانت عاليه عليه، انا غنلوم واحد ما عرفتوش كيف بغى يخرج، ما عرفتوش منير والله ما كنعرف. بعض المرات كيديروا لك شي اخطاء بدائيه كتقول ما يمكنش هدف المنتخب الوطني لا هو ولا الغارديان دو بيت، ما خلق مشكل لهذيك الفرقه اللي كانت هي اللي غادي تماركي زومبيا كتدافع. انا فاجئوني زومبيين منير بركينا كي، ولكن كاين هذاك كي كنقولوا حنا كاين هذيك الصحه، واخا ما كاينش واخا ما كاينش البنيه الجسديه كاينه منير. اتونسيون في زامبيا، زامبيا وعندهم واحد وعندهم واحد لاعب في لا ديفونس راه حبس هذوك الكونغو في واقيلا شي 2 متر، عندهم دراري ياسين. انا على اين انا كنقول لك جاب الله اللي ساعد الكونغو البارح هو ليغاليزاسيون كانت 4 مينوت ان كونترول بالصدر، لا باس كانت طويله وتعطات فحال الباس ديالنا اللي عطى حكيمي النصيري لا ميم شوز، تعطات غير هذا جاها واقف ما طاحش وماركا البيت تعادل. هذاك التعادل كنت كنقول غادي، ولكن راه واحد القضيه البارح عند لي كونغولي اش وقع اليوم منير دوفون لي بيوت، راه ما كانتش لا ريوسيت. واش لا ريوسيت اللي ما كانش لا ريوسيت، واش لا ريوسيت ولا الرعونه عاوتاني في تضييع لي زوكازيون. ما عرفت راه حتى من خلال لي ديكلاراسيون ديال دو صابر قال لي مودي احنا صراحه مقلقين، قال لك ولكن ما غاديش نلوم اللاعبين ديالي لانهم سي فري قال لك عطاو داك الشيء اللي هذا، ولكن قال لك ما الختام ما كانش عندنا. نعم ما كانش عندهم. غنمشيو جميعا مستمعينا الكرام لمدينه سان بيدرو، معنا الان ايمان بوليد الادريسي مفدت شدا اف ام هناك بمدينه سان بيدرو. ايمان اهلا وسهلا. اهلا بك منير، اهلا بكل المستمعين والمستمعات شدا اف ام، وتحيه لفخر الدين. اكي يسلم عليك وقول لي راه مونتيبي كيقول لك السلام من هنا. اه فكر البارح ولا لا فاش شنو تسلم عليك موتسيبي صافي هادشي اللي لقيتي هذاك هو اللي لقيتي يسلم عليا. لا راه حيت على الدروينه اللي باغي يدير بغى يحيد كاس الكاف وبغى
غادير بزاف الحوايج كنظن تفاهمتو نتوما في هذاك الشيء. انا غادي معاه كتصنت ليا ولكن غادي يرجع الشان كتصنت ليا هذيك ديال المنتخبات المحليه اجي نقول لك هذيك راه واحد القضيه واسمح لي نقول لك منير حنا واحد بقيت ما قابليناش لماذا الاختيارات ديالنا حنا ما كتكونش مزيانه. انا جايك صافي فيها موضوع الله يرضي عليك صافي فيها موضوع زوين مرحبا حيت حنا قاعد هذا الشيء راه خصنا نناقشوا ما كاين مشكل كيف لوروب هذا حنا خصنا شويه نعالجوا ايمان في اليوم الموالي للمباراه ديال المنتخب الوطني المغربي كي دايره الاجواء سان بيدرو بردات شي شويه كاين فقط حصه تدريبيه ديال الفريق الوطني المغربي كي دايره الاجواء شنو البروغرام ديالكم اليوم خرجتوا ما خرجتوش هو شوف منير البارح يعني من بعد ما رجعنا من المقابله الاجواء بعدا كانوا في التيران ما نقولش لك راك انت عارف الجماهير المغربيه باختو كاينه واللي شيء اللي عجبني البارح انا نهضر لك على اليوم اللي هو الجمهور الايفواري اللي جلس في وسط الجماهير المغربيه وتا هو يعني كيقول لك حنا مغاربه وحنا كنشجعوا المغرب فمن بعد جينا هنايا يبقى معاك مغربي عذابا خليه دابا راه مغربي معاك عذابا فهاد الوقيته راه مغربي معاك ولا كيقول لك واخا تكون واخا تلعب فينال مع الكوتيفاح لا 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 اسمع 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 لا ايمان شتي واحد القضيه نقول لك واحد القضيه شتي من الطبع ديال هاد الافارقه تما سبحان الله العظيم واحد الطيبوبه واحد اللي بغيتي ما هادشي عشناه معاهم تما كان خارجي يضحكوا معاك هذا كيكونوا ظريفين وهذا ولكن غير هو ملي كتوصل كره القدم ومنتخب مع منتخب راه ما تنظنش انا غادي يشجعك انت ايمان ايمان نرجع بك نيت المباراه ديال البارح ما بعد المباراه شنو الاجواء اللي كانت في الندوه الصحفيه في لازون ميكس كانوا دايرينهم فوق واحد العدد من الزملاء اللي ما قدرش يحضر الندوه الصحفيه كان في لازون ميكست والعكس صحيح كي دايره لا رياكسيون ديال اللعابه ناشطين بخير كاين اللي ما قبلش يهضر لي ميكرو كاين اللي وقف عطى تصريحات يعني وصفي لينا هذا الشيء الله يجازيك بخير بالفعل منير فمن سالات المقابله بيان سور ما عندكش الحق انك تحضر يعني لا كونفرنس اللي كنتي غتكون في لازون ميكست وما كاينش يعني كيفاش ديرهم جوج فانا كنت من الصحفيين ومن الصحفيات اللي حضرت لازون ميكست وما حضرتش لا كونفرنس دو بريس عاد من بعد سمعنا الاصداء ديال لا كونفرنس دو بريس كوالد الركراكي قال بلي زعما الحمد لله على هذه 3 بوين وهضر كانت تصريحات عاديه ما كانتش شي حاجه سبيسيال في الندوه الصحفيه غياب عافية الله وداكشي لاعبين كنا حداهم دونك دازو كاين تعليمات اللي ما عطاوش كاملين فحنايا خدينا يعني بلو سوبور ديال الشهاده خدينا مع اخنوس خدينا مع يعني المحمدي فهادو من اللاعبين اللي خدينا معاهم واللي صرحوا على انهم كاينين يعني هادي 3 بوين هما اللي مهمين جدا وحنايا متواضعين جدا وخصنا نهبطوا كما نقولوا رجلينا ولعبوا ماتش باغ ماتش فلاعبين في الوجه ديالهم كانت زعما ديك الفرحه ديال هذيك لي 3 بوين شفنا مزراوي اللي كان مع ليكيب خرج يعني بوحدو ما بغاش يعطي تصريح عطية الله كذلك يعني رغم الاصابه ديالو كان يعني في التيران شنو الاصداء اللي كاينه على الاصابه ديال عطية الله ايمان الاصداء اللي كاينه هو انه كاينه عنده المستوى الكتف ديالو حسب 5 ايام هذه حسب واحد الالم فما ما قدرش الوالد على انه يغامر به فقال لي زعما حتى الماتش الثاني ان شاء الله الا كنتي واجد راه غتكون ودايوغ راه كتكلم عليها والد على انه عطية الله رغم يعني الاصابه فما شكش ولو لحظه على انه يدخل به واخا موعد انه كاين الكومبلاسون ديالو اللي هو الشيبي واللي قدم مقابله زعما اللي مزيانه البارح لا هو ماشي رومبلاسون ديالو هو راه الشيبي راه لعب في بوست اللي ماشي ديالو غير كاين ان رومبلاسون اللي قدرت اكزاكتومون زعما لقى واخا ماشي لو بوست ديالو ولكن لقى الرومبلاسون اللي يقدر يرومبلاسي زعما عطية الله هادشي اللي كاين دونك كيما ذكرت لي ديكلاراسيون اللي خدينا معاهم الدراري متفائلين الدراري يعني باغين مكونسونطرين فهمتي ديك القضيه ديال حنا راه ما يمكنش زعما غنرضاو مثلا بالدور الاول ولا هذا خصنا نوصلوا للنقطه الابعد جدا كذلك عمروش منير اللي خرج من لازون ميكس واللي وجهه ما عرفتش واش نادم على داك الشيء اللي قال دايوغ راه تقدم اليوم اللجنه التاديبيه ديال الكاف و
واللي غادي تخاد يعني في حقه امور لانه دخل في شي امور اللي ما خاصهاش تقال واللي طعن في الشرف ديال 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 الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. لا هو طعن في الكاف ما الجامعه ما عنده ما يطعن فيها هو طعن في المصداقيه ديال الكاف المصداقيه ديال الكاف وجبت يعني جبت حتى الجامعه إيه. لا ولكن ملي كنقول ملي كنقول باللي راه المغرب هو اللي كيختار الحكام المغرب اللي كيدير التوقيت واللي كيختار التوقيت هو طعن في الكاف الكاف الجهه المنظمه ما الجامعه ما عنده ما يطعن فيها وراه تعطلوا راه تعطلوا ملي حتى دابا عاد استدعوا نات ضجة يعني راه كونفيرونس اللي كانت افون ماتش مع قال السلام عليكم راه كانت باينه كانت باينه كانت باينه عرفتي شنو مع جلس مع بداو الزملاء الصحفيين والاخر لحظات راه ما كانش هو اللي غيحضر كان المساعد ديالو اللي غيجي فؤاد بوعلي الاخر لحظات حيت هذاك الممثل ديال الكاف قال لنا راه كاينين شي ظروف الله يخليكم غيصبروا معنا راه غيتعطلوا 20 مينوت وغيجي حنا عرفنا كاينه شي حاجه ما بغاش يجي ولا على اين دونك الزمو خاصو يجي حيت الا ما جاش نعم غتكون يعني شي إيمان أخرى إيمان غادي نتوقفوا الساعة الثانية باستوديوهات شادا اف ام غادي بقى عندنا تدخل واحد حول البرنامج ديال الفريق الوطني المغربي الحصة التدريبية اللي غادي يخوض اليوم وفين وكيف دايرة الأجواء في سان بيدرو لأنه هربتي لينا من الجواب بغينا نسولوك حتى على الطقس مع الجوج تما عندكم كيفاش داير إذا الساعة الثانية باستوديوهات شادا اف ام بقاو معنا مستمعينا الكرام ما تمشوش بعيد دابا كتسمع الشدا اف ام يا بلادي يا عيني يا تبقى يكون شيء
البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على شادا إف إم. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا إف إم، تحية لكل الأصدقاء وكل المتتبعين. قبل ما نرجعوا لسان بيدرو مع صديقنا إيمان بوليد، واحد التعليق ديال الصديق ياتي سي محسن مانول، قال لي اخويا منير راه سمعنا التصريح ديالو، راه اتهم الجامعه بامور خطيره. انا متفق معاك متفق معاك، سمعت انا التصريح، ولكن المتهم رقم واحد في هذا الشيء هو الكاف ماشي الجامعه. دابا انا غادي نتهمك انت سي مانول، نقول لك راك درتي وفعلتي، ولكن داك الشيء اللي درتي عنده علاقه بواحد الجهاز اللي هو كيشرف على داك الشيء ديالك انت، اذا هو المتهم اللي قبل، حيت اللي تضرب في المصداقيه ديال تعيينات الحكام ديالو ديال داكشي ديالو هو الكافه، كان هي اللي خصها ترياجي. جو مسوفيان الرطوبه صعبه الاخوان. سيمونير ثلاثه اللاعبين البارح كان مستواهم ناقص، ام لا حززوا النصيري اللي زقل جوج ديال الفاصافاص بطريقه غريبه جدا. وكاين اخويا يمكن هذا الشيء كتهضر بالمعايير ديال المباراه تلعبات في ظروف عاديه، المباريات ديال الكاندبار ما ملعوباش في ظروف عاديه، دونك الا بقيتو كتجاوبوا كل واحد ما غاديش تبقاو تهضروا في الكره. حنا ما جاوبنا حتى شي واحد السي بوشعيب، حنا غاديين في اطار الراي والراي الاخر. شفنا المنتخب الوطني اكثر واقعيه، مره كيدافع مره كيهاجم، واخا شفنا الضغط النفسي على اللاعبين، ولكن ملي جا الهدف الاول حرر اللاعبين وخلاهم يلعبوا بارتياح. موحد فاطمه كاينه سيدي، بعدا تحيه لك، تحيه لكم من ايدينبورغ من سكوتلندا وديما مغرب. واحد تحيه لك من يونس قطايا، قال لك الله يعطيك الصحه الفريخ تبارك الله على با يونس الدكتور يونس قطايا مدرب الحراس الدكتور القراي. تحيه لك انت والاخ حتى هو الدكتور ايوب قطايا حتى هما. سعدي البلاله تحيه لكم، شكرا لك اخويا طارق. هو الفرحه كان مبالغ فيها البارح، مازال ما كاين والو. لا دابا بلاتي الفرحه المبالغ فيها، امتى غادي تحط الفرحه؟ امتى لمن منين غتاخذها؟ شكون اللي فرح زعما؟ لا شكون، لا لا تمبيراتور ديال بغيتي تعبر، شكون اللي خصك تعبر نورمالمون؟ اللعابه والستاف عندي ما نسالك، هو منين غيجي عندك وليد ولا غادي تسمع شي حاجه ولا تسمع الدراري؟ انا سمعتي اش قالت لك ايمان، قالت لك راه كل اللعابه كلهم ملي كانوا كيهضروا راه كلهم بروفيسيونيل، ماشي على ماتش واحد منير ساليت وغادي نجي وغادي نقول. بالعكس ما عارفين اش تابعهم، الفرحه ديال العادي مشروعه. اي الا كنت غتعاتب واحد خارج العين ديال الكلاكسوني مرحبا، ما دير بغا يفرح فوالا، غادي تقول لي مبالغ فيها ما تقدرش تحبسو فرحان، توقفوا تقول لي مالك اخويا علاش انت فرحان على الماتش ديال هذا والاول؟ ما تقدرش، الفرحه لا يعاقب عليها القانون، الفرحه من حق الجميع. هذا السيد انا معاه، اذا كانت الفرحه عند في الكوتي عند المعنيين فوالا، عند المعنيين انا جو بونس بان المعنيين عارفين الشغل كي داير. نرجعوا لسان بيدرو عند ايمان. ايمان مرحبا مره اخرى. اهلا بك منير مره اخرى. البرنامج ديال اليوم كي داير؟ بعدا قبل نتكلم لك كما قلتي ديال الاجواء، عاد نمشيو للبرنامج مع الجوج. كي دايره القضيه تما مع الجوج؟ الجوج دابا انت كتسولني ديما على الجو وانت راك عارف اشنو كاين. لا ما عارفش والله، شوف كنهضر عليه من بعيد ولكن راه اخذها منه هذيك الكلمه اللي قال الفريخ نهار الاول اخذها منه، مي كتنزل كتضرب هذيك الشهده شاليمو القضيه شويه بحال الشاليمو. نعاود نشوف الاجواء دابا حنايا في المقر ديال الاقامه ديالنا، راه الشمس كيفاش نقول لك، واحد الحراره اللي جد 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 مفرطه، واحد الرطوبه لدرجه انك فاش كتخرج ما كتبقاش تحس براسك راك انت كاين واجد، يعني واقف حتى لهاد الدرجه هذه، يعني وصلنا لواحد الدرجه اللي ما كتصورش الحراره. دونك الله يحسن الاول اللاعبين، الله يحسن الاول الستاف، والله يحسن الاول اي واحد جاي هنا كيدير التغطيه، شي حاجه اللي صعيبه وما سهلاش. ودائما كنا كنتكلموا على الاجواء الافريقيه، ولكن خاصك حتى تعيش اذا ما غتعرف ديك القساوه. راه خاصك الحمد لله وتشكري شويه، انت الى الوفد راه الكوب ديفوار راه كاينين بلدان اخرين ديال جنوب الصحراء، راه فين يبان هادشي اللي كتقولي؟ حيت المقومات ما كايناش، اكون حضرتي البوركينا فاسو نهار داروا لا كوب دافريك وتشوف غتشوفي. لا حيت كاين، شوف حيت هي كتختلف الدول الافريقيه
كتختلف كتختلف من باش بغيتي، لا من ناحيه الطقس، لا من ناحيه الاقامه، لا من ناحيه التواجد على تلقي مطاعم وتلقي شي الكوت ديفوار. راه مازال كنقولوا حنايا واحد البلد اللي فيه مي كي كنقولوا حنا فيه مي يدار. الحصه التدريبيه معاش مبرمجه اليوم؟ لانه كان حديث على كاين حصص تدريبيه تحضيرا للمباراه الاولى، كان وليد الركراكي برمج يعني في اوقات مختلفه، كانت شي وحده وقيله برمجها مع جوج تما ولا ثلاثه، وعاد الحصص اللي كانوا في الخمسه خمسه ونص. ما عرفتش انا الحصص دابا اللي ديال ما قبل الماتش ديال نهار الحد اش من توقيت عنده؟ هو انا نعطيك لو بروغرام اللي كيدير المنتخب الوطني المغربي حتى نهار الحد. دونك الخميس ان شاء الله غادي تكون يعني هي اليوم غادي تكون حصه تدريبيه خفيفه بيان سور لازاله الهياء، غادي تكون مغلقه ما غيكونش فيها بيان سور الصحافه. الحصه ديال غدا ان شاء الله هي اللي غتكون مع الجوج في توقيت المباراه، هي حصه توقيت المباراه اللي غادي تكون حصه تدريبيه هي مغلقه ما غيكونش فيها لا بريس. دونك غدا هي اللي مبرمجه ديال الجوج، حيت اليوم غادي تكون بيان سور ازاله العياء ما غيكونش فيها بلوس ديال التكنيك وداك الشيء حسب ما وصلني يعني من معلومه. وما غاديش ياخذوها حتى اللاعبين اللي كانوا اللي لعبوا الماتش ديال البارح، كل واحد غادي يدير غير شي حاجه داكشي بين سيونس بين يعني كل واحد انديفيديوال كل واحد بوحده. دونك الحصه اللي غادي تكون اوفيسيال فين غيتخدم زعما توسكي تكنيك وداك الشيء هو غدا ان شاء الله، وغادي تكون ان شاء الله مع الجوج نفس توقيت المباراه. ماشي كتكون اسمح لي ايمن، ما كتكونش كتكون انديفيديال دابا ديال اليوم هذا كتسمى ديك خاصه كي كنسميو حنا كلاب دا ما كتجي الفرقه كامله اييه وكي هذوك الدراري اللي داروا لو طون جو ديالهم تيخدموا مع داك البريباراتور فيزيك اوكي يقدروا يحيدوا داك شويه هذا كنحيد هذوك لي شانجمون اللي درت هذوك الاربعه كنزيد عليهم الاخرين اللي ما لعبوش كنقدر نديرهم بيتي جو باش كيبقى ديك لومبيونس. كاين شي حاجه سميتها انديفيديال، لي انديفيديال هو بحال دابا المزراوي ولا تقدر تقول لي دابا عطيه الله ما عرفتش انا الصحه ديالو كي دايره، اما هي في اللغه ديال في القانون ولا فاش ما بغيتي انديفيديال يمكن داك اللي كيدير شويه شي اللي كيدير البيسيكلات اللي كيدير لا غير هو لا القضيه ديال ازاله العياء تتكون فرقه واحد كيدير شنو هذا فرقة الله اعلم عاوتاني كيبقى يعني مغلق كما كاتبين لنا وعطينا المعلومه. دوكا موني نهار السبت ان شاء الله غادي تكون ندوه صحفيه ديال وليد الركراكي اييه، والحصه التدريبيه اللي مفتوحه امام وسائل الاعلام غادي تكون في العشيه، هي ديك اللي غادي تكون معاش توقيت الخمسه ان شاء الله، يعني ليله المباراه غتكون حصه مع الخمسه هادي حتى هي ما يكون فيها والو. كانوا يعني معلومات اخرى منير بيان سور غنزيدوا يعني نطعموا بها المستمعين. دونك هذه الحصه اللي غادي تكون يعني نهار السبت 15 دقيقه لينا حنايا يعني كيف العاده الوسائل الاعلام ان شاء الله نشوفوا يعني. واخا شوف منير منين الحصه اللي كانت قبل ما كان بين والو نهائيا على انه عطيه الله راه ما غاديش يكون في المقابله، دونك في سريه تامه جدا. وحتى ديك 15 دقيقه هذيك 15 دقيقه راه غير هي مديوره غير للصحافه المرئيه، غير لالتقاط الصور والصور في صور فيديو والصور، اما بالنسبه للاذاعه والمكتوب ما كنظنش غادي يدي فيها، لان ربع ساعه كيبقاو بقى مجموعين مازال ما بداوش كاع، صافي ما كتجيو تخرجوا نتوما عاد كيبداو من السيونس ديالهم. حاولت نلاحظ فيها زعما شنو كاين شنو ما كاين، ولكن راه ما كان فيها حتى شي حاجه من غير يعني من عرفنا نعم. كاين لا بيسيغ ديال عطيه الله. تحياتي إيمان بوليد الإدريسي، شكرا لك، نتمنى لك مرة أخرى مقام طيب بمدينة سان بيدرو الكوت ديفوار، وإن شاء الله نتواصلوا في حلقة يوم الغد إن شاء الله. إيمان شكرا. إيمان عرفتي شنو تفكرت واحد النهار هذا الربع ساعة اللي كتفتح المنتخب؟ الله أعلم إلا الوحيد اللي كان واحد النهار اتصل ديك ربع ساعة وقال لهم غير خليهم يكملوا معنا هو غيريت في مراكش. سالات ربع ساعه الله يبداو خرجوا عاد لا غير بقاو، راه قال لكم غير بقاو مزيان. اما هي ربع ساعه الاولى ما كتدي منها والو. شوف موني انا كنكون خدام كنتريني كنظن بان ما كاينش شي واحد غادي يقدر يجي ياخذ استجواب مع العلم. لا ما كاينش فهمتي وانت كتقول ما كاينش، كاين اللي كيتجرأ عندك تكون غلط دابا كي صحابك انت فاهم وكت سميتو راه كلشي، كاين اللي كيتجرى كاين اللي غادي يمشي وشنق لك على شي لعاب يقول لي هضر معايا، حيت باقي عندنا حنا شي حويجات باقيين عندنا ما ناقشناهمش، ما عندك ما دير، راه قانون كاين اللعاب راه ممنوع عليه يهضر والمدرب عنده ندوه صحفيه ديالو.
ناخذ فاصل مستمعينا الكرام، بعده نفتح الخط للمستمعين 0522 36 0536. مرحبا بالجميع. واش في خبركم اللي في أغلبية ستاسيونات كيتباعوا جوج أنواع ديال الوقود، الوقود العادي والوقود العالي الجودة، ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي. بغيتوا الوقود العالي الجودة؟ بطبيعة الحال، ولكن بلا ما نخلصوا أكثر، إيوا عليكم بوينغسو، الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في ستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة، بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود العادي. المازوت وليسانس وين بروتكت بلوس ديال وينغسو كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم كتر. إيوا موعدنا في جميع محطات وينغسو باش تعيشوا التجربة ديال وين بروتكت بلوس قبل ما تخلصوا كتر. وينغسو كتعطيكم ديما كتر. أمالك صاحبي على هاد المرجة كلها؟ قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف، بغينا نقتصدوا حنا فين ولينا، تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ ايه، اير اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات ديال السقه لا من لي راكور ولا لي فان، كل شيء عندهم والله عمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. مع دقيقه المثمر كل يوم نصائح زراعيه من اجل فلاحه عصريه مربحه واكثر مردوديه. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، حلقات اليوم على الطرق سليمه باش ناخذوا العينات ديال التربه من بساتين التين للتحاليل في المختبر، وباش نحصلوا على عينه كتمثل الضيعه بمواصفات الجوده لازم نوفروا مجموعه ديال الشروط. اولا، من الافضل ناخذوا التربه في وقت السبات وقبل انطلاق النمو الجديد للتين، وكتتم هذه العمليه قبل اي تدخل بالمواد العضويه او المعدنيه. ثانيا، فكنصحوا الفلاحه باش يستعملوا البريما او الطريار اللي كتسهل الحفير وكتبين لنا الغرق من خدينا التراب، وممكن تستغلوا العتله او الفاس او المادير واناء كبير او خنشه فاش نجمعوا العينات الفرعيه. ثالثا، نتبعوا عده طرق معتمده باش ناخذوا العينات الفرعيه، بحيث يمكن نستعملوا طريقه التعرج داخل البقعه او العشوائيه او المربع او على طول قطر الضيعه، والهدف هو تمثيل كل ما يحيط بالجذور ديال الاشجار. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، خاصنا نجمعوا عدد من العينات الفرعيه باش نكونوا العينه النهائيه. فالبساتين الصغيره اقل من 1 هكتار ينصح بجمع ما لا يقل عن 5 الى 10 عينات فرعيه، وفي الضيعات من 1 الى 5 هكتار ناخذوا من 10 الى 15 عينه، وفي الضيعات الكبيره اكثر من 5 هكتار نزيدوا جوج العينات فرعيه لكل هكتار اضافي الى حدود 10 هكتار. فبالنسبة للأشجار الصغيرة إلى حدود 4 سنوات يمكن ناخذ جوج عينات فرعية، الأولى في 15 سنتيمتر والثانية من 30 سنتيمتر. أما بالنسبة للأشجار البالغة فتبين باللي الجذور يمكن تعدى 60 سنتيمتر داخل التربة، وهنا يمكن ناخذ جوج عينات فرعية، الأولى بين 0 إلى 30 سنتيمتر والثانية بين 30 سنتيمتر إلى 60 سنتيمتر، وفي الأخير نجمع العينات الفرعية ديال كل غرق ونخلطوها كلها في وعاء نظيف وناخذ منها العينة النهائية بحوالي 500 غرام إلى 1 كيلوغرام من التربة ونرسلوها للمختبر. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فمن الضروري نحتفظوا مزيان بالعينة النهائية، نستعملوا علبة أو كيس من ورق مشمع ونظيف يمكن يحتوي على 500 غرام إلى 1 كيلوغرام من التربة، ونرسلوها في وقت ما يتعداش 48 ساعة ونحتفظوا بها في الثلاجة. وقبل ما نرسلوها لازم نرافقوها ببطاقة مكتوب عليها الاسم الكامل ديال الفلاح، رقم البطاقة الوطنية والهاتف ورقم واسم الضيعة، تاريخ أخذ العينة وشكون خداها، المردودية المستهدفة، نظام السقي، الكثافة والعمر ديال الأشجار والزراعة البينية ومعلومات أخرى إذا كانت ضرورية. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي، وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على جدا إفهام.
انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شذا اف ام، الرقم الهاتفي للتواصل 0522 36 05 36. مرحبا بكم في استقبالكم اميمه، او مرحبا بكم اميمه في استقبالكم. ياك صافي فخر الدين، ثلاثه ديال المباريات اليوم مع ثلاثه الغينيتين بيساو والاستوائيه. هذيك غينيا اللي شفتي خسرت مع الكوت ديفوار، مع هذيك اللي دارت الازعاج لنيجيريا. نيجيريا نحطوه في ذاك الخانة ديال جوج ديال المنتخبات اللي كاين فواحد التقارب ديال المستوى، مع ان بلوس بالنسبه للاستوائيه. الاستوائيه اللي دارت كي قلتي انت قدرت تعادل مع، وهي ماشي نورمالمون تعادلوا، ولكن ايزون سوفير بانه نيجيريا ضيعت الانتصار، لانه سكنوا عندهم كيف كنقولوا حنايا في الكاري 18 ديالهم. على اي حال كتبقى مباراه اللي يجب على واحد المنتخب ينتصر فيها. إذا قدر المنتخب الغيني الآخر اللي دار تعادل اللي قدر ينتصر تكون زينة ليه، غادي يدير 4 بوان، غادي تعاونوا بزاف، حيت ستا ماتش اللي ما غيكون سهل. أي فرقة أي منتخب في هاد دوزيام ماتش ما كيبقاش عنده موني نفس التخمام اللي كيكون عنده في الأول. واش نفس التخمام ولا كاين اللي ما غيبقاش عنده نفس الجهد اللي دار في الماتش الأول؟ ماشي الجهد، باقي ما نحكموش عليه أنا وياك، لأن الجهد ما نقدروش نقولوا لك دابا الجد، مادام باقي ما شفناهمش دابا ما نهضروا على هذا الشيء منير، حتى نتلاقاو ان شاء الله ونهضروا على هاد لي دوزيام ماتش كيفاش غادي يكونوا، ونشوفوا هذوك المنتخبات اللي فاجئونا في الاول. الا بقى داك نفس العطاء هنا غادي تحط واحد النقص ديال، ما كنقولش ديال الخطر، وانما تعرف بان راه طونسيون المنتخبات راه موجودين. وعاود نزيد الفكره الاخرى، كاع دوك المنتخبات اللي ما عندوش لاعبين محترفين اللي ما كيلعبوش خارج البلد كتنفعهم هاد القضيه ديال الراحه، كيجي واحد المنتخب اللي هو مرتاح. هذا بخصوص الغينيتين، الماتش مع ثلاثه ان شاء الله برسم المجموعه الاولى. نمشيو ناخذ معنا اول متصل، سي عبد الله من قنيطره. مرحبا سي عبد الله. خويا منير اهلا وسهلا سي عبد الله، مرحبا. تحيه ليك وتحيه الاخ الفريق. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك علينا، الله يبارك فيك. رجل طيب قسم الله، هذا السيد الله العظيم الخير منير، كان حطيتي قدام فين كان حطيتي انت المستوى الله العظيم. الله يحفظك. شو والله الا بقى عندي ما واحد الذكرى، انا في الثمانينات كانت الوداد وكانت كاكاك. والله العظيم باقي الان عندي انا مخليها في الارشيف هذه، قلت لوليد ديالي تلمت انتم تشوفوا السيد هذا راه كويريت، راه باقي الان وهذا هو اللي تهدر تنقول لهم. الله يطول لك عمرك، الله يطول لك عمرك. نهضروا على الماتش ديال البارحه خويا منير. بس عبد الله الماتش ديال الحريفيه، عندنا الحريفيه تبارك الله مزيان، والمدرب اذا خلاو غادي يلعب كره غادي، انت ما تعرفش كيفاش تدير المقابله. بغى يرفع الايقاع يرفعو، بغى يهبط يهبطو، ولكن اللي تنعتمدو عليه هو الماتش ديال جوج بليك. وتحيه الايمان مسكين، اقول له حنعاونك تما الله يصوب. الله يصوب الله يصوب الله العظيم. وتما ما خي منير بحال هاد الماتشات ما خصهمش يكونوا بحال هكا، الناس محترفه ملفه. كيفاش ما خصش يكونوا بحال هكا؟ ما ماشي مفصل ديال الكره بحال هكا. وخويا شوف راه القاره، شوف القاره ديالنا هذه راه ما عندك ما دير، ولكن يبدل الوقت شويه. لا ما سي عبد الله ما عندك يدير دابا. المشكله ملي كتفرق لي ماتش وعندك بزاف ديال منتخبات، سي كوم سا، كدير جوج دير الوحده دير، ما عندك ما دير. ولكن المونديال ديال قطر يمكن شهر 6 ولا شهر 7. شوف دابا انت مشيتي لواحد، واخا ها انت لواحد الملاعب اللي هي نمشي داروا فيها جميع الظروف باش تكون مرتاح فيها. ونمشي معاك كاع بحال هاد القرار، ما يديروش في الصيف. كيفاش ما يديروش في الصيف؟ يقدر يدار في الصيف ولكن في شمال افريقيا. احنا برق عليهم بالصح، ولكن على حسب بس تكون متعه وتكون، وراه مينترو ما يقدش يلعب الكره. راه شوف راه هاد كاس العاد كاس اسيا اللي كاين دابا في قطر، حتى هو راه ماشي هذا هو التوقيت ديالو، حتى هما راه بدلوه من شي وقت. ايوا المهم شوف احنا خصنا نتادابطاو مع هاد الامور كما هي. هذا انا كنتمنوهم الله سبحانه وتعالى، الله ينصرهم وبغينا نجيبوا امين. راه 76 وصاحبي 47 عام، راه العمر ديال بنادم راه يولد يتزوج. 48 عام تبارك الله، يكون خير تبارك الله عليك. الله يحفظك السي عبد الله، تحيه السي عبد الله. مع السته سيدي، وحده من القمام ديال هاد الكوب،
كوت ديفوار نيجيريا، وحده جايه بانتصار الاخرى جايه بتعادل. كيفاش كتشوف هاد؟ لكن رشحنا هادو هما لي دو جوج منتخبات اللي يقدروا يدوزوا في هاد المجموعه، في هاد المجموعه على حساب النتيجه ديال اليوم، فهمتيني؟ اللي هو عليه لا بريسيون اكثر والمنتخب النيجيري، ما تنظنش مونير يبغي مازال يزيد واحد نتيجة اخرى، ما كنقولش سلبيه، تعادل. انا بالنسبه لي مونير نقدر نقول لك يزيد يعاونوا، لانه عنده مباراه اخيره تكون مع المنتخب الغيني الاخر، واللي يقدر ينتصر عليه انا كنظن يقدر ينتصر عليه. المنتخب الايفواري انا كنظن بجوج منتخبات جاتهم القضيه في الصالح، غير هو اللي غينتصر اليوم. إذا انتصر كوت ديفوار ما يبقاش يتسنى، غادي يخدم على قضية لا بروميير بلاص، غيدوز مباشرة، غيدوز مباشرة، ثم غادي تبقى القضية ملعوبة ما بين، ما تنظنش تكون على حسب النتيجة اللي غادي نسمعوا اليوم ديال المنتخب الآخر شكون اللي غادي ينتصر. وإذا كان شي تعادل غيكون في صالح المنتخب النيجيري، كان انتصار غادي يولي نيجيريا مالغري داكشي. أنا واخا كون نقدر نرشح لك منتخب نيجيريا انه يقدر يدوز من هذاك الشيء اللي شفتي في الماتش الاول، فوالا يقدر يدوز، لانه تبارك الله ما كانش خايب. وحتى اليوم مع الكوت ديفوار الى لعب بالطريقه اللي لعبها مع المنتخب الغيني والتحول لدوك الفرص، كنظن غادي يخلق مشكل الكوت ديفوار. الكوت ديفوار داك الشيء ديال الارض لا الكوت ديفوار، الكوت ديفوار مول عندها لا بريسيون اكثر، وحتى دفاعيا كاين شويه هناك واحد ما سون با ستابل مونير، كيديروا دي فوت، كاين واحد تقل شويه. إلا هو تصلح من طرف المدرب راه مزيانه، إلا بقى راه غادي يديو عليه ثمن غالي. هذه مباراة اللي غتلعب إن شاء الله على الساعة 6 المنتخب الإيفواري مع المنتخب النيجيري. مولاي أحمد من الرشيدية، مرحبا مولاي أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا مولاي أحمد. أفضلك الله عليك أسيد، تبارك الله على الرياضيين الممتازين. الله يبارك فيك، الله يكبر بك مولاي أحمد. دير واحد فخر الدين صاحبي. ويلي افخر دينا صعب راه توحشوا بزاف اصاحبي. ها وحدك ما شافك كاع. عجيب هذا خال من الحاد ديال الوداد هذاك. الله يبارك فيك يا سمو الحمد، الله يبارك فيك. الله عمر الهد، الله عمر لك الدار اخويا، راه تفرج فيك في الوداد اصاحبي نيران ملي كنت خدام انا في الرباط. اييه اه ما كنزقلكش اصاحبي مع الوداد. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. لكن زاد بخير بعدا لاباس. الله يكثر خيرك، شكرا لك خويا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. اش هذا نقول لك اسيدي، هذا الكار هذا اييه مازال ما يبانش راس الخيط ديالو، واخا كتهضروا دابا ونهضروا ونتمنى ونفرحوا مازال راس الخيط ما كيبانش. حنا دابا حدا، حنا دابا سيمون احمد، حنا كنهضروا غير على لي ماتش يلاش، كنهضروا على الماتشات اللي دازوا. اش داز الماتش اللي كان هضرنا على المغرب؟ وييه كنهضروا على الماتشات اللي دازوا ديال اللي تلعبوا، وفيهم الماتشات ديال المغرب يتلعب منهم البارح واحد. انا نركز لك على المغرب. مرحبا مرحبا. المنتخب الوطني المغربي مازال ما هو دابا، راه حنا كنعطيوه دابا ان شاء الله، راه مؤهل للدور الثاني ان شاء الله. اشنو هو دابا؟ راه 100% مؤهل ان شاء الله للدور الثاني ياك ان شاء الله، ولكنني راه ما نعرف واش يجي في الاول ولا في الثاني، واش يجي في برومي ولا دوزيام، هو راه مؤهل ان شاء الله، ولكني فوقاش غادي نعطيوك التفاصيل مزيان على المنتخب الوطني المغربي. هي ملي يلعب الدور الثاني مع المنتخب اللي غادي يتلقى معاه في الدور الثاني، تما غادي نرسمو ونحطو اصابعنا على النقط الاساسيه. سي مولاي احمد، هو راه اصلا يعني المباريات هادشي ديال كاس افريقيا وبخصوص المنتخب المغربي ولا اي منتخب، راه الامور ما كتبدات شويه تقصاح حتى كدوز للتحيد من دور المجموعات، وكتبدا واحد عاتي علاش كيبقاو ديك الساعه كيتعزلوا لك المنتخبات اللي هما عندهم اسماء وازنه، كيكون واحد ولا جوج منتخبات اللي كيقدروا يدوزوا بديك ثلاثه نقيطات ولا اربعه، وتيقدروا يشكلوا لك خطوره من بعد. واخا وبقات لي اسمح لي لا طولت عليكم. مرحبا مرحبا. نعطيك واحد الكلمه اخرى وهي واخا قاصحه شويه. مرحبا. معقوله اشنا هي؟ المنتخب الوطني المغربي راه في واحد اوج العطاء ديالو، في نجوم مرموقه ومن طينه نادره ومن عيار ثقيل، وكيحتلوا المرتبه الرابعه في كاس العالم في قطر. احنا
خير من سموح 1976 في أديس أبابا، عمرنا ما فرحنا بالكأس ديال إفريقيا. أيه يعني هذه هي الفرصة الثمينة، يعني فوق طبق من ذهب ما خفش فلتوها إن شاء الله. ولكن يا مولاي أحمد راك ما لعبش بوحدك. ما مسموح، حنا ما فرحناش إلى الربع ولا النصف، يجيبوا لك هوب. إيه راه قلت لك راك ما لعبش بوحدك، كاين الخوت الاخرين حتى هما راه لاعبين على هذا الكاس. قانين قانين ياك. صعيب الحال صعيب الحال، ان شاء الله يجيب الله التيسير. وا سيدي كنشكر كنشكر السي منير ونشكر الله يحفظك يا مولاي احمد. سي فخر الدين فخر الدين، راه انا كنفرز اول مره في الحياه ديالي باش يلعب غير في الوداد. الله يبارك فيك. راه كنت غنمشي انا المركب العام عبد الله مع سعيد زادوق، وكان مرة في المنتخب الوطني المغربي في نيجيريا في 81. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. حتى ملي لعب تحياتي مولاي احمد. شكرا شكرا شكرا، الله يحفظك يا مولاي احمد. تحيه للناس الرشيديه، تحيه للناس ديال الرشيديه. و ماتش شنو غنسميه هذا الماتش ديال 9 الليل؟ اعطيه اللي بغيتي، تا هو قمة من القمم، مصر غانا غير هو متفاوت. ما عندي شي حاجة بغيت نقول لك، ولكن اعطيني انت القراءة ديالك. هو القراءة ديالي انا الى مشينا تشفنا منتخب مصري بداك الوجه اللي بان به، وعطى الفرصة لهذا المنتخب الغاني اللي هو دوزيام ماتش اللي هو بليجي باش نشوفوا عاوتاني لي شونجمون اللي غادي يدير المدرب، اذا كان عاوتاني العطف والحنان يدير الحنان ويدير الخواطر. لا ايو غادي يدير خطا بالنسبه لي انايا، الا عنده شي لعابه فالابل يدخلهم، وانا جو بونس من غانا ما تنظنش ما يكونوش عندها دي جوور اللي هما في المستوى. مصر عاده انا منير راه كيتفوقوا على 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 المنتخب. هذه اللي بغيت نقول لك باش نقول لك انا جاني هذا الماتش هذا ديال شي قدرت تمشي حتى لشي حاجه كبيره كاع كيتفوقوا يتفوقوا، ما اصلا عندهم مع هذا الريتم ولا هذه المواجهات سابقا الهضره اللي سمعوا في الماتش الاول والتعادل مع موزمبيق. لا لا ما يبغيوش ما يبغيوش، سوا سير سير تابع انهم غادي يكونوا جلسوا راه محترفين، وتا هما عندهم ديك النزعه ديال كيبغوا ينتصروا كيبغوا فهمتي، ما عندك ما دير بزمنك. نمشيو لفرنسا. مرحبا، ناخذوا معنا السي عبد الخالق. مرحبا السي عبد الخالق. السلام عليكم. وعليكم السلام السي عبد الخالق، اهلا وسهلا. اهلا الاخت ايمان، ما كايناش معكم. ايوا اذا ما متبعش معنا انت. لا ولا حتى شو الله في لي دو كوتي اطوج اوغاب وشات شوف غير فخر فيه راه خدام تيقد في المسائل الاحوال بخير. ما كان قد والو، انا حداك السي عبد الخالق يمينا وشمالا. اتحرك تفضل السي عبد الخالق. اولي ما بقى هاز لي ديكوكات من السي فخر الدين، والله الا ما طلعتيش السي فخر الدين علاش ولا تخوف راك تدخل لك واحد تبزنيسه واحد قاع سيدي سليمان واحد عدنان ساعه هرب لينا بشراج، انا كنت نقول لك واحد الدوزيه ديال الوداد ساعه وبالتدخلات ديالي وعندك ديالك فيها. اش عندي اشنا هي واحد الولد صغير بابن سليمان سميتو عدنان. انا في خبارك واحد القضيه السي عبد الخالق. وي لما انا في هذا الميدان عطيش حال ما عمرني سبحان الله العظيم كانت عندي هذه القضيه ديال فهمتيني، من غير الا كان شي حاجه بحال هكا شي طلب شي واحد كيعيط ليك فخر الدين للمزحه. انا كنت لا غير باش لا انا دابا هذه القضيه كانت عندي حتى في الفروق اللي كنا كنشتغلوا مع بعض الفروق الوطنيه وداك الشيء، الا تحت لك الفرصه وجا عندك شي واحد وقال لك كيفاش كيجيك هذا ولا هذا كتعطي الراي ديالك. اما شي حاجه اخرى اكثر من هذا الشيء ما تقدرش ديرها السي عبد الخالق. السي فخر الدين تعقل على حديوا ملي كنت تفرج فيك بالوداد في التسعينات. حديوا ماشي حديوا 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 اي فين هو ماشي هذا راه من الدوار هذا ولاد مالك راه حدانا تما كاينه راه هذا الوليد هذا الوليد ما عرفت فين هو تا هو نيت هذا اللي جبتي خرج دابا هذا الوليد عندنا سبحان الله عنده واحد الكوشيه سي ميسي شي راه فضل كاع راه كاتصل به السيد القجع. شنو عنده من عام؟ عنده شي 7 سنين وكاكولا وبلاتي ما باقي الحال. لا لا انا قلت انا لا مع كان غادي يمشي لاكاديمي سوا ديزون هو مضروب الراجا قال لهم انا الراجا مشى لاكاديمي الراجا ذاك الوليد
اونغاجاو مع لي بارون ديالو هذا الشيء راه غادي يعطيهم السكنه وغادي يمشي واحد الوليد واحد الجوهره نتمنوا يكون. ولكن نتمنى سي عبد الخالق ولا مزيان اللي جبتي هذا انا هذا الضو اللي عطاو لهذا الدري هذا يتقاو في وجه الله صافي. واش دري بادي خليوه يلعب كورتو ماشي ونزيدكم على القضيه سي ما نقبوش عليه ما نكتبوش عليه. السي عبد الخالق وي سي فخر الدين واش اخبارك مع القضيه؟ وي قول لي. ويا ما في لي جون سيرتو في هذه الكاتيجوري ديال 7 سنين 6 سنين راه صعيب الحال. وي 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 صعيب الحال بزاف وبزاف وبزاف. وي دابا الغريب في الامر سي فخر الدين عندنا هذيك مدينه سيدي سليمان تتنغل بالمواهب وتيمشيو تيضيعوا سبحان الله تيلحق هذيك واحد 13 14 انحراف صافي ما بقات لا كره لا والو. يا ريت تكون واحد الانتباه للجامعه الملكيه لكره القدم ويمشيو يديروا واحد في هذيك لا ريجيون ديالنا واحد كومون سابيل هذاك ديالكم سونتر دو سبور سونتر فورماسيون فوالا فو يديروه تما حدانا بين قنيطره وسيدي سليمان وسيدي يحيى. هاد المناطق راه منسيه رياضيه السي فخر الدين وما نطولوش ندوزو لك على الافريقيه. الله يخليك باح بالفوز ديالنا وسميتو دابا واحد النتائج اللي وقعت مع الفرق العربيه سي فخر الدين وسير راه هذيك الهزيمه والتعادلات ديال الفرق ديال شمال افريقيا هادو كاملا بطعم الهزيمه وما يعطي نكهه للمتفرج والمتبع بحالنا لان العافيه غادا تشعل في الماتشات. انا تنشوف غير تونس تونس تلعب بالنار الدوزيام تو غتجي مع لافريك دو سود لافريك دو سود زون بيردو كونتر مالي وبتجوج هادو العافيه. انا تفرجت في الماتش ودابا لا الدوزيام ماتش ديال تونس مع مالي وي مالي باش تفرض بعيدا الضربه غتولي 6 نقاط 0 نقطه وما تسبقش الاحداث راه لا 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 انا تنشوف النتائج ديال لي ماتش بان تونس عيانه. انا باش نكونوا واقعيين هي عيانه ولكن شوف ما تيقش راه شوف الجنوب افريقيا لا نوضوا الموتور الثاني ديالهم راه باين غادي تدوز هما الاولين ويبقاو مضاربين هذوك ناميبيا. ناميبيا بعدا كسبت اللي غادا تدابز مع على التخوازيام بلاص لي ميور لي تخوازيام اللي يدوزوا دارت بعدا ديك 3 بوان في جيبها. دابا تبقى واحله تونس المهم اللي حيد يحيد لنا من الطريق باش ندوزو ليبغ في لوطوغوت حنا ان شاء الله من في التومون وهذاك الشيء. يا ودي شوف اللي حيد تحيد ترى غتلقى ديما ادفيرسير ما عمرك ما غادي تدوز بوحدك. عندنا الاجواء شتي هذيك كوت ديفوار فيها الخير علينا لا كوب دي موند 2018 وكل شيء جبنا ياك ضربناهم هما الكوت ديفوار والاشقاء ديال الكوت ديفوار ربحناهم في بلادهم. هذا هو العائد هذيك وقت وهذه وقت الجمهور ديالنا راه غادي يمشي ان شاء الله ويساند وتحياتي لكم الله يحفظك السي عبد الخالق على اخت ايمان وعلى الله يبارك فيك الله يحفظك السي عبد الخالق شكرا لك. 2018 هذيك وقت وهذه وقت هذاك فريق وهذيك اجواء وماتش واحد تمشي تجي فيه 3 بوان ماشي هو كومبيتيسيون غادي خصك تجلس تما بزاف. حتى المصريين الجو كيأثر عليهم بزاف غادي يعانيو مع غانا يقدر يدخلوا الشك والحسابات كل شيء ممكن سي صفوان غير هو انا كنتوقع اليوم غادي يديروا شي صحوه بشي شكل والله اعلم لان حتى المنتخب الغاني السذاجه ديال ما عطاكش سيرتو هذاك البرومي ماتش هما من لا كوب دي مونير عندك لا مش حال هذا يا مونير سيني بلي داك غانا راه كانت ما كتخليش لك الوقت فين فين تنفس مرة كيبان لك كيبان لك هما لعابه مرة كتبان لك شي تخربيق شي سذاجه ما تفهمش زيد على لاعبين مع تحرميات اون بيرسون هما المصريين. نمشيو لفاس ناخذوا معنا سي تامي. مرحبا سي تامي. خويا مونير السلام عليكم. وعليكم السلام السي تامي اهلا وسهلا. الله يحفظك خويا مونير. عندك تجبد داك الشيء اللي بيناتنا راه باقي غنفاجئ به فخر الدين خلي داك الشيء مستور. لا والو هاك صافي لا والو كنت امروا عليك لا لا معك. لا لا نظريه المؤامره هذا الشيء اللي كاين زيد السي تامي تبارك الله عليك خويا الله يبارك فيك الايمان وخاطرك معكم يلا يحسن عوان لا ايمان لا الصحفيه لا العيبيه. دابا تنشوف احنا ما عندنا لا نقه ولا جمال هي الشغف والله خويا لا تنعرقوا في هذا الكوب دافنك تنهضر على الناس اللي شغوفين. نعطيك مثال بسيط براسي انا تتحاول داك الصباح دير شغالاتك صراحه خدمتك وهذا باش تكون ليبر في العشيه تتفرج في الليل تتحاول تشوف القنوات شي يقول هذا وشي يقول هذا
وإلا منعت لك شي حاجة أو تشوفها في الليل وفي الصباح تنوض تمشي لدك تشوف واش وقعت شي حاجة في الثلاثة الليل منعت لك. صراحة حنا تنعراقوا حنا في بلاصتنا وما الله يحسن له ولا للعيبية لهذا غير هو جبتي وقبيلة واحد الهضرة على هذا واش مشيتي للازون ميكس واش ندوات الصحافية انا شخصيا زعما كواحد تيبغي الكرة ومتبع هادشي مزيان والله ما عمري ما تنديها في هادشي هذا شعادي يقول لك كاع مدرب ولا لاعب عاد تبقى تساين ديتي دابزو مساكن داك الصحافيين 10 سنين باش يجي لعيبي يعطيك 30 ثانية وما تيقول والو ان شاء الله غنديرو غنفعلو زعما ما لكن كومن حيت الخدمة ديال الصحافي عاوتاني كيبغي ياخذ انا تنمشي معاك للمضمون ماشي للشكل المضمون زعما الناس العادي لا فليبر ما تنش عاد يقول البرازيل ما احتراماتنا لموريتانيا تقابل موريتانيا يقول لك البرازيل وغنحاولوا نديروا ان شاء الله غنحاولوا نغلبوا معهم يعطوهم 50-0 زعما ولا تال بحال دابا ولا شي وحدين انا تنسمع الباح داك عمروش البارح ديريكتومون تحول الجمهور بالنسبه فاش قال لهم واش هذيك واش داك اللاعب يتطرد هذا هضره للجمهور ماشي هضره للمدرب واش هذيك حمراء مع العلم خصو يقول واش هذيك صفراء لحقاش راه الجمهور دوزيام كارتون دوزيام كارتون هو تيقول واش هذه حمراء شنو ما عندوش هذه حمراء يا بحال الربي طردوا على يطر هذيك نو هذاك سيون كارت جون صافي قول لي واش هذه صفراء راه قل منها تنظن برافو الفخر الدين قال واحد القضيه اللي ما جاريناش سيرتو في ذاك الماتش هي الصفراء انا اللوم سيرتو الشيبي كيف قال في خطي اما سايس مع ساماطا كره في الستيران انا بالنسبه ليا حرام تكون هذيك تا كفره ماشي صفراء زعما ماشي حيت مغربي ديالي راه عاودوا شوفوا اللقطه بين ساماطا وسايس كره جايه وقفلوا من اللور وخداها هو الاخر طاح والمهم حنا ماشي انا من حقي نقولها ولكن مدرب يجي تحاول تاول الجمهور يقول لك واش هذه هو خرج من الماتش قبال من دوك التصريحات الاولين وخارج انا اش بغي نقول تنبغي نقول راه هذا لا الصحافه خصها تدخل 4 ساعه لين فريد كاع تجبنا المدرب هذا عمرو جبناه كاع يتفرج في الحصه التدريبيه ديال المنتخب باش عاد زعما شنو غيغلب المغرب لا غدا زعما شي حوايج انا تنشوفهم ماشي نسيسير بزاف المغرب راه اي واحد يقول لك باش عاد يلعب انا متبع القنوات البحث فرج في فرنسا تقريبا تيهضر لك على المغرب بحال اللي تنهضروا حنايا عارفين لي جوار عارفين حتى التشكيله ب 95% اذا شنو غتخبي عرفت اش فكرتيني يا سي تامي وي الليله ديال الماتش ديال النادي الافريقي مع المغرب الفاسي في فاس الماتش روتور ليلة سميتو مع البنزرتي عندنا كان البنزرتي في النادي الافريقي والطاوسي في الماس البنزرتي ساد على داك الشيء ما كاينش الدبانه ما كدور جهه النادي الافريقي والطاوسي حل الحصه التدريبيه والدراري مقصرين ولاعبين والله يذكره بخير الله يطول ليه في العمر والله يعطيه الصحه ديالو بكتوم جالسين بحال هكا ونفس الهضره نيت اللي قال الطاوسي قلت لي دابا الحصه اللي مفتوحه هكا والجمهور داخل واللعابه شي كيتسالم شي كيتصور قال لي واش غادي نخبي ورا الحصه داكشي اللي غيتخدم تخدم اللي عطا الله عطاه باش غتخبي في هذه الحصه الاخرى كاع الله يرحم الوالدين وانا متفق معاه قال لك بالعكس والله الا هكا قال لك بالعكس خلي اللعابه يدخلوا هذا الجمهور هو اللي غيلقاو غدا خليهم نيت اليوم يمشيو عارفين اش كيتسناهم غدا لا تنشوف شي تروليس ولا شي حاجه تقلب عندك هذاك تيطلع عندك هذاك طلع طاح في 7 كيلومتر تيشوف بلي جومي زعما ها انت شتي دابا عار الله المغرب ما معروف زعما حكيمي كي تيلعب ولا نصيري لو كوتي فور ديالو ولا هذا انا شي حوايج المهم غير واحد القضيه ناقشتيوها انا شي شويه تنبحث زعما تتحاول على انا تنشوف هذه القضيه ديال اللي غنلعبوا مع الثلاثة إن شاء الله لحد اللي هي الجوج ديالهم ما تتشوفاش باللي وماشي دا ماتش ديسيزيف زعما ماتش ديال راك داخل بتروا بوان وعاد تجيري أنا تنشوف واحد الحاجة زوينة لمن بعد فهمتيني اش بغيت نقول راه هذا هو لو ماتش اللي غتلعبوا مع الثلاثة من بعد ما غاتبقاش تلعب في الثلاثة زعما الثلاثة ديالنا اللي هي الجوج ديالهم اللي هي الجوج ديالهم هذا ولكن غينفعك مي غاتلعب مع التسعود الليل فهمتيني اش بغيت نقول لك غينفعك مزيان راه كنا لعبنا كره في الصغر الا فخر الدين تاعي اللي ما عمرو لعب الكره
اييه ياتي المهم وحنا حنا كواري انا وياك اخويا خدي لي عمر لعب الكره. انا راه 95 مقابله دوليه في كرسي الاحتياط. انا وياك انا زايد عليك ماتش واحد دولي 196. قلت لك حنا براسنا في الصغر تتلعب ميتة تلعب في الشام شو هذا وتتلعب عاوتاني بعد 6 العشية تتعطيك تتحسب واحد الحلاوة يمكن بيان سور هذا الشيء غير الضحك وماشي لو نيفو ولكن كون نسيق نرجع بالارشيف للمقابلة ضد المغرب اللي كوب دافريك مي تيلعب مثلا بكري وعاود يلعب في واحد لو طون اللي زويون تتكون واحد الحلاوه وتعطيك اكثر. شوف غير في الكاميرون الماتشات اللي لعبنا التاليه وشوف الماتشات الليل شنو عطاهم بزاف تيتحدثوا على الصاد الصاد. انا مثلا شفت 29 ولا 28 ولا 33 خصهم يجيو عندنا الفاس ويشوفوا اش كاين من 40 الفوق اللي المشكله كلشي تيهضر عليها هي لي ميديتيتي ديالك بين 80 حتى 90 هنا تنظن يكمل الاشاره اخويا مونيك. ايوا احنا فيه ولكن غير كمل. لا غير هو كلشي تيتحدث على زعما لا بغيتي تقول على لو ترافاي الخدمه الجماعيه نو راه كلها والطاقه ديالو. انا وانت اخويا موني راه ماشي لا ميم شوز. راه كاين اللي ما يتاثرش وكاين اللي عادي راه ما مهمو لا صاد لا اللي ميديت. انا تمشي عندكم لكازا كلشي تيقول لي سعداتك فاس هنا تنخنقوا. انا تنجلس في كازا شهر ما زعما تجيني عاديه بحال اللي فاس وبزاف هكا زعما ماشي كاستيون ديال اي هما تي. المهم يلا تحياتي سي تامر الله يحفظك شكرا لك. ناخذ فاصل مستمعينا الكرام ونعود لمواصله الحديث. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شذا اف ام. Saviez-vous qu'il est possible de gérer vos noms de domaine, site internet et adresse mail chez Infomaniac? Vous payez le juste prix et les données de votre entreprise restent au cœur de l'Europe. Infomaniac, le cloud éthique. Plus d'informations sur infomaniac.21. البطولة مع منير أوبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على شذا اف ام. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شذا اف ام. تفكرت شي حاجة قبيلة فاش والله العظيم ومرة مرة كطيح لك شي لقطة سابقة قربت ما عرفتش انا كيفاش داير فاش كيكون عندك النقص في المجموعة ولا جيستيون. وقلت لك سلم عليك يونس قطايا مسكين. تفكرت واحد الماتش فاش كان باقي في الوداد غادي تلعب ماتش الي مع سيكابيجون والوداد لي دو غارديان دو بوت موعتين كان وقيلا نادر وكان حكيم وزاكي مشى واحد اللي مشى لابيجون والباز وقيلا عندك حق في 2007 مشى واحد. قلت لي واحد النهار عاود ليا قال لي ديك السيمانه كلها ديال لي زونترينمون عندك يتقاس عندك ناري عندك يطيح راه واحد اللي كاين واحد قيس على ذلك دابا ملي عندك غير دو زاريه راه فخر الدين اللي واش غيأثر حتى في الحصص التدريبيه كيفاش ملي كاين غا حكيم دابا وشي اليوم اللي دابا تيدوا جيري كي قلتي انت يعني المدرب تيكون عنده واحد المسؤوليه اكثر واحد الوقيته اللي كيكون مرتاح مع راسو عنده لا دوبلور وعنده منين يدير كتجيك بعض المرات. دابا الاختيارات درتيها احنا قلنا اللي عطى الله عطى راه انت على مزراوي على انه غادي يقدر يرجع وقال لك هو سي ان باغي فوالا وغادي عندك حكيمي وعندك عطيه الله جبتي هذا شيبي جبتي الشيبي وجبتي هذا لا بلوسيت الله يديرها منين يدير عطيه الله فرضات عليه على انه يلعب الشيبي. انا جو بونس الشيبي بالنسبه ليا واش دار ان بون ماتش نقدر نقول لك انا في نطاق المباراه اللي تلعبات وبدون هجمات وما كاينش ضغط راه كان ترونكيل جوست. انا نفكر هاد القضيه تفرغ هنا كتسول الانسان واش تمتحن ولا لا. لا لا ما تمتحنش علاش لانه كان ترونكيل تا كره ما توصل داير ما كانش هجمات لا حكيمي الى بروفيتي كان كيطلع اكثر منه هو يمكن بالنسبه لوليد طلب من شيبي يبقى اسا بلاص والزوزولي هو اللي يدير داك لورول وحكيمي راه عنده لو سونس ديال لوفونسيف كيمشي ديما راه خلاه حدا زياش ولا شفنا كيفاش الامور. اذا حنا ان شاء الله نتمنوا في المباراه اللي غادي تجي ان شاء الله من بعد لان انا هضرت معك وتفرجت في الكونغو وشت لاطاك ديالها وشت البنيه ديالهم وشت التحركات ديالهم وراه بشهاده ديال الناس اللي تفرجوا في هذا الماتش
لو ريتم كان عالي وفرقه اللي كانت خسرت ربح البارح مع زامبيا وخذت التعادل. خذت التعادل اوغوزمون لينا حنا خذوا التعادل وحنا عندنا لا تنتمنوا هادشي ينفعنا ان شاء الله باش ما نتمحنوش مستقبلا. نمشيو عند السي احمد من اكادير. مرحبا السي احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السي احمد من كادير السيمونير. الله يبارك فيك. ماني غنتمطلت. هي هاد السيمونير. الله يحفظك السي احمد. عندك شي حاجه ماشي قطاعات في الصوت؟ واش داير لي زيكوتور دابا؟ مزيان لاقيله لا والو. شويه حيت كنبدا لو بارلور حيته. ولا عندك شي حاجه ماشي؟ الا قدرتي تعطينا الفكره بسرعه اخويا احمد لانه الصوت شويه واصل متقطع. واخا بغيتي غير نسول السي فخر الدين. نعم خويا. على في الدوره ديال 92 علاش تقصينا في الدور الاول؟ انت كنت حاضر. الله يودي. كان عندنا جروب فيه خليط ديال التجربه والشباب. اشنو وقع في ديك الدوره الفريق؟ واللي وقع فيه هو النظام ديالو هذا اصلا. هذا اللي كان ثلاثه المنتخبات. ثلاثه المنتخبات مشى لينا ماتش مع على كل شيء فخر الدين. لا عرفت عا كنقول لكم مشى لينا ماتش مع الكاميرون كانت وعات بدو الزكي ودخل عزمي وكيل الحمد لله يعني واحد الزيرو ودار لا ما عزمي دار ان غرو ماتش. وكان عندنا اندوزا ماتش اللي تقريبا صراحه ربحناه غادين ما بقاش عندك لو طون فين هذا. ثم الماتش الاخير اللي لعبات الكاميرون مع الزاير كتعرف ديك القضيه ديال كنت فاهمه كندير معك تفاوض. لا كنا ملي ما ربحناش واحد كنا واحد من جوج ديالنا. دابا غير دابا سولتيني وكتجاوب بغيتيني نجاوبك. نجاوبك خليني نجاوبك على حساب داكشي اللي غادي نقول لك انا والراي غيبقى عندك. انا عطيتك بانه الماتش ديال الزير كنا باقي كاع ما فرحنا يلاه كانت عانكو تماركا ديال التعادل. ولكن فهادشي كله اللي غادي نقول لك الوقت اللي كان الكاميرون كان خصو يقدر يربح المنتخب الزائري داز ماتش تعادل صافي. وهذاك التعادل تصور معايا بتعادل وتعادل اخر دازت سميتو لان جوج ماتشات سالوا بواحد واحد سالوا بواحد فهادشي اللي كاين. شوف ما عمرك ما السي احمد راه منير ملي كيعطي هنايا بعض الصور ما عرفتش كتبع معنا انت الاحداث ولا لا؟ كتبع ايوا راه هذوك المنتخبات كاملين هذوك المنتخبات كاملين اللي في لاكوب دي موند وفي لاكوب دافريك الا شتيهم دابا وشتي داك الجيل كيفاش داير ما يمكنش تقول هادو ما داوش لقب. هذا هو ايوا راه كتجي شوف كتجي ظروف وكتجي الامور كاينه بزاف ديال التغييرات ما عندك ما دير صاريف. نتمنوا خير ان شاء الله حنا في هذه المجموعه هذه لان الامور دابا راه تحسنات وكاين بزاف ديال الحويجات اللي كتوصل وكيبغي قال منير يعني طرق ديال التواصل وديال حتى حاجه وقت كتخبى حتى حاجه. نتمنوا خير ان شاء الله السي احمد. نقطه اخرى سي منير بسرعه السي احمد بسرعه حيت غير على قبل الصوت ماشي على قبل شي حاجه الصوت باش حتى المستمعين تفضل بسرعه. كانت الصوف الاعلام ديالنا بدا بالليل فاش كنشوف فاش كنزابي بين مصر وتونس والجزائر. عرفت كاش باغي تقولي عشرات القنوات وعشرات الضيوف. ايه واش انا اللي غنخلق القنوات؟ كدور جيتنا ما كاين والو. واش انا اللي غنخلق القنوات؟ لا لا ما وهذيك في خبارك دوك المصريين قنوات ديال السبور عرفتي شحال كاينين السي احمد؟ الجزائر المصريين تاريخ وهي القنوات الخاصه الجزائريه والتونسيه بزاف خاصه بالرياضه خاصه بالرياضه بزاف كاينه. وكتشوف حنايا ما شاء الله ايوا ما عندك ما دير. نتمنوا خير ان شاء الله. الله يحفظك السي احمد. شكرا اخويا شكرا. انا اللي غنخلق القنوات؟ لا ماشي هكاك. هذا سؤال دائما كيتوجه لينا هذا توجه ديال الدوله. لماذا ولماذا ولماذا مازال ملي تكون عندنا القنوات الخاصه شي راه قليل 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 نهار تكون الكثره الوفره ديك الساعه نشوف عاوتاني التوجه الرياضي كيداير على اين. اش غادي نقول لك سي بن عابد تحيه للسي منير تحيه للسي فخر الدين جوهره الوداد الله يخليك لينا. الخوف من موعد مباراه اكثر من الخوف من منتخب الكونغو. الموعد ديالها اللي غتجرى فيه الى ريزون الى ريزون التوقيت ديالها. دابا جميع المنتخبات كتكلم على التوقيت كل واحد وكيفاش كيحس. داك اللي كيلعب مع الجوج ماشي هو ديال سته ماشي هو ديال تسعود مالغري بانه كيف كنقولوا حنا الرطوبه فهي حاضره غير هي الماده ديال القصوى ديالها اللي كنقولوا حنايا كتزاد
واحد الماتش مع الثلاثه ديال العشيه قال شي 35 درجه كتكون لا سي با كيستيون ديال شي منين كتكون غير الشمس يا با بروبليم هي الشمس ومعها واحد الطقس اللي انت انا كنقول لك انت كتجري التنفس ديالك تي صعاب اي حاجه ما نخليوش السيد فرنسا سيمونير من فرنسا مرحبا سيمونير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا سيمونير تحياتي الله يحفظك اخويا منير سيمونير تحياتي تبارك الله على منير ومنير منير ومنير تبارك الله عليهم مرحبا بغيت نسول السي فخر الدين على الماتش ديال البارح مرحبا على اوناحي وبغيت نقول ليه فاش فكرك اوناحي البارح واحد اللاعب هو ولدي ما غاديش يبغي يقول لي سميتو انا فاش حيت انا ودادي ما نقولش سميتو ولا زعما اجي نقول لك السي منير وانت زعما راك فرنسا واخا فرنسا الدمره الله يهديك اجي نقول لك وحاجه اخرى حنا مفروض علينا انت كتعرفني انا اييه ما عنديش مشكله تقول لي ما نقولش حشومه من هذو الا قال لعبت الوداد ديال سيدي قاسم ديال طنجه ديال الرجاء ديال اللي بغيتي علاش لا فكرني فين انت يلا قول لي فاش فكر ودي غير قول لي دابا فكرنا انت باش ما يمشيش لك الوقت فكرني انت وانا نهضر لك على هذا اللعب واحد بني وفكرني في عمر النجاري ايوا لا انا نعطيك واحد القضيه عمر النجاري ميليو تيرات باكلام بون تكنيسيان كويري ديال بصح دار داك الشيء اللي ما دارش شحال واحد انا كنقولها لك وكن تبارك الله رجليه كيفاش وديك لاباس اللي كان كيعطي وكل شيء لو ستيل ديال النجاري ماشي هو لو ستيل ديال اوناحي وناحي عنده ان ستيل غنقدر نقول لك لما نتشبو وقيله وشويه بحال دابا كتقول عبد الرحيم ديال الرجاء هذاك الضعف وديك لا تكنيك فهمتي غير هو عاوتاني لو ستيل ديال عبد الرحيم هو الجناب وكيدير وناحي ستانجور اللي كيلعب في ميلو تينا كيقدر ياكل العصا كثار من واحد في الجناب لان بديك لاطاي اللي كيتوفر على وناحي تبارك الله ومارغري داك الشيء تشوفو في مارسي وفي هذا وكيلعب ميلو تينا راه سيني با فاسيل بهذاك الفيزيك بحال هكا راه ماشي ساهل باش تلعب في فرنسا وماشي ساهل باش تلعب منتخب مغربي في ميليو تيران انا كتضرب مع اللعابه اللي كيكونوا صح منك وداك الشيء هذا هو ودابا انت بغيتي تشبه وانت ما شبهتيش واش ما تيبانش زيد سي فخر الدين واش ما تيبانش ليك بلي راه تيشد البالون بزاف وكيريسكي بزاف راه كانت عليه واحد راه الى عندك اجي نقول لك امونير سيمونير شتي انا دابا نكون مدرب وتعطيني انايا اوناحي وتعطيني لعاب اخر ونشوف انا اوناحي بداك لوجو ديالو كيشد الكره كيدير كيعطيك الثقه للعابه وكيزيد يتسر حتى هو وكيدير غير هو انا كنشد الكره ولكن فين تلقى الحدود السي منير الوقيته اللي نبغي نعطيها نعطيها حيت واحد الوقيته البارح كنا غادي نخسروه لا 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 سي منير بكارتون غوش لا ما عمرك ما كنت شوف سي منير ما عمرنا ما كنا نخسروا اخويا هانقولك علاش حيت هذاك الخصم كنا غنخسروا تخسروها فوالا هذيك الضربه اللي ضربوا صافي عاد عرفتك ما عندك ما دير شوف لو ريسك ديال الفوتبول ولا ديال هو هذا ما عندك ما دير كاين اللي كيتوعد بدون ماتش ها هو دابا بحال دابا عطيه الله بلا ماتش انت كتشوف يعني شوف كرة القدم كلشي اخويا ما سميتو انت شتي زلزولي باه حتى هو كان يقدر يخرج وضير على القدم خرج كله تا هو مبليسي وهذه لا كوب دافريك هذا راه غير برومي ماتش امونير المهم سي فخر الدين مبروك عليهم الرباح ان شاء الله مبروك عليهم الرباح داروا بو ماتش ايه. فرحونا وقبل ما نمشي بغيت نقول لك واحد دابا نجيب لك واحد الكنيه وشوف واش عندك معاه شي حاجه واش تعرفه ولا لا لا فامي اقري واه عمتي هذه اللي كتهضر عليها وعمي الله يرحمه احمد كتعرف سي عبد الله اقري الله وديو و على راجل بنته بنت من بنت سي عبد الله اقري اييه مرحبا ايوا تحيه من عند العائله ديال اقري السي فخر الدين وانت بقيتي كدور تعيتي وفي الاخر ما حشمتيش وراه حاسيني عليك
قاعد يلا تهلا تحية لك سي مونير الله عليك مونير مونير ايش شي الله العظيم العالم صغير. وصلنا لنهاية حلقة اليوم شكرا لك فخر الدين تحية لك مونير نتمنى تتمتعوا اليوم ان شاء الله أيوة الله العظيم يا سلام ماتشات ما بحال دابا ملي تشوف كوت ديفوار ونيجيريا لمن تبغي انت دابا انا تميل شويه الكفه انا الكوت ديفوار ومني تشوف مصر و... مصر ما عندي ما تسالك ايوا ما عليناش انا من بكري كان كيعجبني داك الموديل ديال داك عرفت ديال المصريين لا هو كلمه قلتيها زوينه قبيله ما عمر ما فاجئونا مع هاد المنتخبات الافريقيه طبيعتهم هذه طبيعتهم الله يعطيك الصحه طبيعتهم وحنا نتفرجوا بنا نتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم شكرا كل